عشان الناس بتبص عليكي تبين فرحتها اضحكي اضحكي عشان ماشي. والله انت اللي ابتديت ولحست كلامك مع اني جيت لك دغري من غير مطبات. كان لازم يعني اعمل لك كمين وتص فيا منين ما تروح؟ جاي لي ليله فرحي وعايزه تفضحيني؟ انا افضحك برضك؟ انا لو ناويه على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الاول واديتك شرف المشاهده الاولى. وطي صوتك، انا لو على الفلوس اديها لك، لكن انا اضمن منين؟ واضمن منين ان مش كل شويه هيطلع لي كوبي كأي اخويا نسخه تانيه يعني؟ والله انت ونصيبك بقى، لو شلتك من نافوخي تبقى الليله خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم، وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بت مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب، ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور يا قبطان يا دكتور. هدفع 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 بس دلوقتي، غوري من هنا غوري من هنا، هدفع هدفع هدفع. يا عمر انت بس يلا يا ماما يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. اهلا صلاح، انت فين؟ ده الدنيا مقلوبه عليك. انا كنت بتابع حركه النباتات. تعال. ايش بيك يا ماما؟ ما فيش اي حاجه يا بابا، هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك، وين عريسك يا بنت؟ طمني قلبي. مش عارفه اقول لك ايه صراحة. أنا اطمن يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخة وطلع اوضته فوق ويغسل وشه ونزل على طول. دايخ أنا هطلع أشوف. على فكرة في حاجة غريبة بتحصل. ما أنت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب أنا هقوم أسأل أخته كده أفهم إيه اللي حصل. هو ما فيش غير أخته تسألها؟ إحنا هنيجي بقى على الآخر ونخيب. ما تكبري بقى. غازي عشان تفوق. جرى ايه يا عمر؟ معلش يا حبيبتي، يمكن يكون اعصابي هي المشدوده. كفايه حبايه واحده احسن، المهدئات دي مش كويسه. ولا الظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقاصتي انا؟ ما خدش بالي هو في رقاصه تحت. انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن، شكل بقى وحش قوي قدام الناس. وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي، وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. من المصايب ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت قلبك ميت، انت جايبانا هنا في ليله زي دي؟ اهدي شويه، ده انت هتشوف ليله النهارده ليله من الف ليله وليله. اهلا 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 يا عم حافظ. لا 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 ازيك يا عم حافظ؟ كده ازعل عم ايه؟ انا عايز حافظ من غير حاف، من غير حاف قصدي من غير عم. المهم خشوا في الموضوع. نخش يا استاذ، ما نخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا رايس. اليمين بالشمال، انا الاثنين مغروزين في الواحد. يلا يا رايس، طول عمري بقول عليك تقيل. يا ودي يا تقيل يا ودي يا هنادي. انا مش قادره اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه وليله ايه؟ شايف بيعمل ايه يا اختي؟ دي ليله العمر، سيبيه زقطت بقى. يزقطت ايه؟ انا مش عارفه ايه لزوم الشرب اللي شربه ده، دي حاجه اخر زفت. ما كان ربنا تبعك. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم. حدرجة بدرجة من كل علم درجة، من كل علم دورة، ومن كل نفس معفرة بالفلفل والكزبرة. أشتتن أشتوت، أشتتن أشتوت، يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت إن كان حتى في بطن الحوت. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. قمر نايم يا أخوتي قمر. كح كح واجلي صدرك من سماهم. ايه ده ايه ده، انت بتعملي ايه هنا؟ ما بخر يا اختي، يمكن ربنا يفك كربه. اطلعي بره. ايه ده وايه اللي حصل لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار، قاعد هنا على الكرسي من ليله امبارح، فكان ربنا تابع عليك من الشر، قعدت تديها وتشرب لحد ما وقعت. شرب ايه ده؟ شرب ايه؟ اعرف يا اخويا شرب. خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق وغير هدومك، عوض عروستك ليله امبارح. ليله امبارح اعوض ليله؟ متاكدين انها كانت ليله امبارح ولا لا لا؟ متاكدين انها كانت ليله امبارح، مش ولا خالص. مش ولا هي ولا ده ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا ده ايه؟ ده ايه اصلا؟ بقول لك ايه بقى، انت تقومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديكي اطمنتي عليه بقى زي الفل. يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي، انا كمان عامله لك لقمه ترم عظمك بيها. انا فعلا محتاجه اخد شاور عشان الحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه. وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان؟ لا اعمل طبعا، لازم اعمل. ايوه كلنا هنعمل شاور. وانت كمان لازم تعمل شاور. كلنا لازم. تعالي يا حبيبتي تعالي، اتفضلي للشاور. انا وراك اهو. اتفضلي يا حبيبتي. انا وراك. انت رايح فين؟ انت ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ فضحتنا. عملت ايه يعني؟ انت مش فاكر انت عملت ايه؟ ده انت قعدت ترقص وتشرب. انا ارقص واشرب؟ انت امال انا؟ وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي؟ ما فهمتهاش. طب وهي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط، وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق، اصل انت جيت في الاخر ورقصت مع حته مزتين، انما ايه نقيوه بالنبي بجد والله العظيم الاثنين مع بعض. ايوه وفين هما دلوقتي؟ انت فين ولا في ايه دلوقتي؟ ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي. الموزس فين؟ طيب جامدين قوي يا بس خلاص تبنا الى الله. استرها علينا يا رب. يا دي الفضايح، عايزه تقول عليك ايه؟ كنت خايف من الدخله ولما يجوا اهلها نقول لهم ايه؟ كانت بخم على البيت بصراحه. شكلك بقى وحش قوي. اجيب البخور يا هوانم. هوانم ايه يا بنت انت دي؟ تحترمي نفسك. هوانم ايه؟ عارفه كده؟ معقول يا ربي بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح؟ عايز تفهمني انك مش واخد بالك؟ اخد بالي من ايه؟ اكتفينا دي زي اختي، وبعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر. بس هي مش باصه للموضوع كده. بصله ازاي ان شاء الله؟ انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا؟ دي اختفت من الفرح كله، ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض. لا انت الظاهر جرى لمخك حاجه. بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه، بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده. مش فاهم ايه لازمته كل ده؟ هي كانت قدامي قبلك، ما لو كنت عايزه اتجوزها كنت اتجوزتها، كان ايه اللي هيمنعني يعني؟ يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجأة. تعايرين يا صفوة؟ أنا مقصودش طبعاً، كلمة وطلعت غلط. غلط بقى ولا صح، مهم إنها طلعت. غازي صدقني أنا ما كنتش أقصد. عايز أقولك على حاجة واحدة، أنا حبيتك بجد، ده اللي خلاني أستناكي وأنت مع غيري، أفضل وراك لغاية ما تنسيه، ده اللي خلاني أحارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبة، قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع إن أنا أقبلها. تهيألي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحدة صعب أوي إنه يبص لغيرها. غازي يخرب عقلك، ده أنا صدقتك يا راجل. ما لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي. يا ابن اللذينة طول عمرك معلم يا غازي، عامل زي الحقيقة، تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجأة تروح طالع وهوب، ساعتها ما حدش بيسلم من سمك. ادينا بناكل عيش يا دكتور.
بتعيش صحيح؟ اخبار العيش بتاعنا ايه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لاخر نقطه وهتشوف نتيجه ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في ايه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب اجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، انا كده كده عندي مرور. طيب اوكي، انا هخلص لك موضوع الاجازه ان شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، انت عارف انا عريس جديد. لا طم، عن اذنكم. مع السلامه يا دكتور. تعال. الراجل بتاع المشكله اياها وصل بره ودخلته العياده من غير اي بيانات وقاعد مستني. تمام، امشي بسرعه شويه. شهلي، حطي الحاجه هنا. حطي جنبك. ايوه حطي هنا، حطي. هات هات. ايوه كده، يلا الف هنا وشفا. كل يا حبيبي، كل الجمبري حلو، وشوربه السي فود دي هترد لك العظم. يلا. لو ايه يخليك تنور في الليالي السوداء. تحب اقشره لك يا حبيبي؟ احسن القشر يعورك وانت مش ناقص. انا متهيألي ان شاء الله لما تروحوا السفريه دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيره دي، ان شاء الله باذن الله مودكم هيتغير خالص. وربنا يا فيكوا شر حسد اذا حسد. انت عارفه هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق، ونزلت البحر بقى ايه منعشه، تخلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص. تغير بقى ايه بقى الشمس تدخل تفتح المسام، تفتح المسام بقى، كل واحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ايه؟ مصيبه بقى لا تطلع برد، ونقضيها كمكمه، ونكش كده على بعضنا، ونرجع وظهرنا محني. كل يا حبيبي، كل كل. الو. ايوه انا. مين؟ لحظة واحدة، لحظة. الشاري الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه حاضر حاضر، ماشي حاضر، كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها؟ مش قلتلك ادي اول دفعة نستلمها. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت، النص بالنص، 50-50. انا حرامي بس مش نصاب، واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض، هنا هتزعلينا يا برازرز، واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت، عمري كلت عرقك. كتير. طب اديكي قلتيها اهو، عيب بقى. يا خلوص انا نفسي احج من الخرابه دي بقى. يا بت هتقبي وتلم القشطه اللي على الوش، وكمان تعملي لها سندوتش. بس انت ركز مع ام يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى، اشيل جلاخ الايام، وانحل وسخت البشر، واشب برجلي لفوق، واطول كل حاجه نفسي فيها. الله، صدقها بنت جسم اشعر. هيحصل هيحصل، والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى، وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى، قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني، يعني يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن، هقول لهم ايه يا عمر؟ ايه الجوله؟ ايه البت دي بقى؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامهم عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده، ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما، عارف ما انت قلت لي يا ماما، وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر، وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا, لا. دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتأخر، مش هتأخر. عايز ارجع عليكي جاهزة، سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمر.
تقدمنا إلى الله. لازم اروح اديله فلوس. وبعدين المشكله كده ما تحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنه، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجة اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصالة دي حاجة في دمي. طبعا ابتدي ايدي وتشكر. بدعي لك، الضع ده حاجة في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجة هبقى اطلبك في التليفون. بس بقول لك ايه؟ أمن عليك، ما تجيبش سيرتي. أصيل أصيل، ما بتهزرش يعني. عمر! عمي، إيه يا أصيل؟ قررت تيجي معايا؟ هتعمل إيه مع البنت التانية؟ هعمل إيه يعني؟ خايف أكلمها طبعًا. لا أنا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجة طعم حنية. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكاية بسيطة جدا، مش محتاجة غير شوية مصاريف. ان كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قولي هيحصل ازاي. احنا جربنا كذا مرة الحقن المجهري ده وما نفعش. المرة دي هينجح، وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لا المك بقى، دكتور عوني ما بيقبلش اي حالة الا اذا كان متأكد من نسبة النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. احنا سألنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعدت ناس زيكم. بس انا خايفة قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفة قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العملية غير والمستشفى هادية خالص. احسن وقت العملية يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا احنا مادام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انتي بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو، انتي خنطتيني. انطقي قول، ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتورة تعالي. تعالي هنا انطق. يا دكتورة دي مصيبة، انا كنت لسه هاجيلك عشان اقولك. مصيبة ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالها؟ تعالي كده يا دكتور احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه؟ يا دكتوره من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجه كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. صدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي. لا وقضيه ايه بقى؟ مش هحكي لك. من فضلك يا مامي، انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انت مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انت ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك.
وانت شايفه ان ده حصل وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط، غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس، غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انتي سايكو معقده نفسيا، ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انتي وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنونه ولا ايه؟ هاي يا ماير هانم. صدقت المرة دي وجيت في ميعادك. وجاهز بالأمانة. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بنت انت صارت ايدي. ايدي سيب ايدي. انا مش صيدة هتقشريها بمزاجك. انا ساعة الجد بقلع توبة دكترة والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيب ايدي. اقسم دماغك. مش عيب يا دكترة تمد ايدك على حرمة. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكم. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق. ده اللي حلو بقى، واديني الخزنة اللي في سلاحك جدع. يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقولك على حاجة. يلا بينا يا رجال. سلام يا دكتورة. حار الله. انت ايه اللي جابك؟ اقول لك ايه اللي جابني؟ لقيت نفسي قريبه منك وشفت صورتك فقلت اجي اسلم عليك. ودخلتي ازاي؟ والناس اللي بره دول سابوك ازاي بس؟ الناس اللي بره دول مش دريانين بحاجه اصلا، مشغولين جدا. انت خطر. من ناحيه خطر صنع خطر. اقول لك، عارف انا عامله زي ايه؟ عامله زي سلك الكهرباء، ممكن يموت وممكن يدور. المهم ازاي تعرف تتعامل معاه؟ مع اني قلقان من طريقه دخولك حياتي، ومع انك ممكن قوي تبقي كمين بعتهولي واحد من المنافسين بتوعي، الا اني مش قادر غير اني اعمل لك مساحه كبيره قد كده عشان تخشي منها. عارف انت مش عارف تعمل حاجه غير كده ليه؟ ليه؟ عشان انت متاكد ان انا مش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. ما هو يعني مش معقول اخت الدكتور عمر النواوي هتبقى مرشده الناس مرشحه نفسها. امال انت ايه؟ انا واحده شافتك عجبتها قربت منك بس كده. مع كل فرق السن اللي بيننا ده؟ مع كل فرق السن اللي بيننا ده. ايه رايك بقى؟ ايه
الله ايه الحلاوه دي، انا مش قد الجمال ده. يا سلام ايه الحلاوه دي بجد يا عمر، انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقرب. تبعد فين؟ ما انا بقرب اهو. قصدش كده، اقصد اني يعني لا 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 لا، التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احنا في دلوقتي امرك، خلينا في دلوقتي. ايوه انتي عارفه ان انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده، عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان مرض اكتر. يلا يلا. نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. طيب خليك انت. الو، ايوه، ايه ازاي يعني؟ زي اي واحده حامل. مش عيب يا دكتور انت تسال سؤال زي ده. بقول لك نفسي في سوشي، ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايه تنفع عينيه؟ ده كلام يتقال برضه دلوقتي؟ ايوه ازاي يعني؟ مش عارف مين عصايتين. ازاي يعني ازاي؟ طب انا هقول لك حاجه احلى، ايه رايك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان بره؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكله، اهم حاجه ابنك. انا مش سامع حاجه اصلا. ايه؟ انا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك، هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكره. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى، ارحموني. الو، الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو الو الو، يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخده عليك لدرجه انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 معرفة يعني. المهم سيبك، احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رد يا بيه، لا تكون واحدة معروفة ولا معرفة من زمان. بصي بقى، احنا نقفله احسن، احنا نروح قافلينه. الحاجة يا ست هانم. صدق الله العظيم، في ايه يا مغاوري؟ يا ست هانم في ايه؟ حاسب هتقع. الحمد لله يا ست، الاستاذ حافظ. ماله؟ الراجل الكبار الكمل. حصل ايه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش. جاي سكران طينه؟ لا، وايه معاه واحده، انما ايه بقى، استغفر الله العظيم، زي القمر. استغفر الله العظيم وزي القمر، الاثنين مع بعض. ايه؟ امال يعني اكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعه كده. وانت لسه جاي تقول لي دلوقتي حالا؟ ما انا كنت بتفرج عليهم من الشباك لحد ما قفلوا. طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك، مش كده؟ ايه؟ نعم. بتقولي حاجه يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ اختبار، اختبار، تليفون كان اختبار. وانت ان شاء الله كل ما هيجيلك تليفون هتبقى كده؟ كده اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصة يعني، ما حصلش حاجة.
لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا مرض مخك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص ومش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ مالي مشغول شوية. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق حبيبي. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرحة انت جاي؟ ده انا مصدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وازاي ينام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي بإسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنتي انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقولك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصين واللي جنبك ده وهو يقولك. عمر تبقى تعرفها. لمار طمني يا دكتور، بصراحة يعني الوضع اللي أنا فيه ده ربنا ما يوريه لحد. والله عندك حق. أسبوعين تقصد ايه يا دكتور؟ هو العيب فيا انا؟ مفيش عيب ولا حاجه، اتفضل استريح. مفيش عيب ولا حاجه. اتفضل اتفضل. دكتور والدتها كانت قالت لي ان في حالات شبه كده واتعملت لها عمليه، هو ده ينفع؟ ان شاء الله مفيش عمليه ولا حاجه. حضرتك هتعدي عليها بكره في المستشفى بالورقه دي وان شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور انا تمام. تمام بجد بجد حبيبي. صل على النبي يا حبيبي، صل على النبي يا حبيبي. ابوسك. صل على النبي يا حبيبي. صل على النبي قدامي حبيبي يا دكتور. قوم ايه ست الحسن والجمال والشاطر حسن عملوا ايه؟ عملوا انا باريزة. ايوه يا زكي رجعت. من بكلمك ازاي من النمره دي؟ طمني الاول، الراجل لسه بيدور عليا. دكتور هو حضرتك تعبان ولا حاجه؟ شويه يا حنان، فاضل كام كشف بره؟ 5 بس. لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 لا، الناس اللي بره بلاهم في ظهري. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوه؟ يا ريت. هعملها لك بايدي والله مش بايد صلاح. هوا فنان. تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه.
خير. اللي ناقصكوا انا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت ذاكينا وسامعه، ولا يهمني ان اطمن عليك يا حبيبي. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما روح اعمل القهوه يلا. من حق افكر. يا سلام. يوم 12 براحتي. المفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس باك على المأذون يعني ولا ايه؟ اه لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوته في الدنيا وليا طلبات وشروط. يا نهار اسود اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانيه واحده. يا تينا من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبة، مش لازم نحرس. اف الريحة الغريبة اللي في اوضتك دي. ده ريحة ايه؟ ده عم مغاوري تلاقيك مولع حاجة من شوية، انا كنت فاتحة الشباك. عمر اتأخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟ ما انتي ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح مدرستك الصبح. نامي. هنام. صباح على خير. فقعتي قلبي. كلمي روحك بنتي هنادي، ما تعرفيش عروسها راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي. امال هتكون راحت فين بس يا ربي؟ قفشتك. بتدوري عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوه جرايه يا حبيبتي. عفريت طلع لك من العلبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، خضتيني قوي. عملة ايه اللي هزورها دي كمان؟ جنيهات وبرايس فضة. ما انا راسي العفولة يا حبيبتي. ايه؟ هزور عملة؟ على فكرة ده شغلي. وكمان بتشتغلي فرع العصابة؟ ايه؟ انت بتقولي ده؟ مش فاهمة أي حاجة. دي فضة أصلي، وأنا بنقش عليها وبنحت تراثنا، تراث بلدنا، وبنبيعها للسياح، فهمتي؟ اشتغالة دولي يعني. طيب ما تقولي كده من الاول. تاخدي الزبونه باخضر تقلبيه وتلبسيه على انها قصار، بردك تزويق. باخضر؟ على فكره انتي بني ادم مش طبيعي، مش طبيعي. على فكره انا بني ادمه، انا واحده ست. كل ده وتقولي لي بني ادم؟ مش طبيعيه على فكره، مش طبيعيه. يوه على فين يا حبيبتي؟ ما ترسيني على الدور يمكن اخدمك. لمهار انت فين يا بنتي؟ انا داخل عليكي. اصل كنت قاعده في اوضتي ولقيت الجو خانقه قوي، فقلت انزل تحت بقى اشم هوا نضيف واشتغل شويه. وايه اللي مشاكي من هنا؟ لقيت الجو هنا خانقه اكتر من اوضتي يا تينا. تحبيني يا حبيبتي ركب لك مروحه سقف عشان تطري على قلبك. وعلى ايه يا حبيبتي؟ موجود حضرتك كفايه على فكره. الله، هو احنا هنقبح ولا ايه ونغرس في الحوار؟ بقولك ايه، الغرسه دي ان شاء الله رجلك هتيجي فيها. البيت ده ليه قواعد واصول، واللي هيبعد عنها يخش في حيطه سد.
كل سد يا حبيبتي ولي خرم يعمل سرسوب يخش في النافوخ بشنيور ويزن لحد ما يجن جن لما يلخبط لك. بقول لك ايه، اوعي تفتكري ان انا قاعده في قصور وفلل والكلام الالاباندا ده يخيل عليكي. لا يا حبيبتي، ده انا مش شرابيه، وقت الجد بيطلع العصر. تينا يا حبيبتي، معلش معلش اهدي. وانت عيب عيب اللي انت بتعملي ده. اتفضلي يا تينا حبيبتي. بردون لمار بردون، مفيش مشكله حبيبتي. شرابيه وبردون تبقى ازاي دي؟ بانو 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 على اصلك بانو. دي العريس اللي انتوا بتحتفلوا بيه وعاملين له زفة، وشهر العسل ما شفتش منه يوم واحد. يا دي النايبة السودة، الكبير بتاعنا اتضرب يا اخويا. راح فين يا سيد؟ راح فين؟ ما ينفعش نحط ايدينا على خدنا كده يا معلم، ده القضبان، ولو سبناه على الحال ده المركب هتغرق بالكل. تنويت على ايه يا ورور؟ القضبان ليه جميل في رقبه رجاله ياما، واللي عليه دين بقى يسده. رجاله مين؟ ودين مين بس يا سيد؟ هو في حبايه كده مخلطه ومتنطوره في البيوت يعني، وانما ايه جحيم حجم عائلي تخلص شهر العسل ده في يومين اتنين. يا ابني انت فاهم غلط، مش دي الازمه اصلا. افهموها بقى، القبطان عطلان من العوق اللي حواليه، مش زيكو جايب كاز ومستني يشحن بحباية. خسرتي! انت بتتصنطي علينا يا ولية؟ بتصنط؟ يا عيب الشوم، دي الحارة كلها سامعة الحوار كله يا سمك. ايه؟ حارة؟ يا نهار اسود! انت قاعد توت؟ انت عمركم ما شفت راجل؟ امشي يالا! امشي يالا! امشي! تبنى الى الله. خد مني يا قبطان، العوق اللي مشنكلك ده لازم رفاعي ينكش ورا الحيه اللي بخى سمها في عبك. على فكره ايه؟ ايه في؟ لا لا مش على فكره. ايه ايه؟ على فكره ايه؟ اقول اهو خلاص، البت اللي قلت لكم دوروا عليها، البت اللي يعني مشرفه عندي في البيت. ايه؟ واتجوزت عم حافظ. ايه؟ مش بقول لكم محدش فاهم حاجه. ايه تاني؟ تبنى الى الله. انا مش عارفه عمي بيعمل كده فينا ليه؟ لا 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 مش ممكن، كل ما بيكبر عقله بيصغر، وكل بلاويه ومصايبه بتيجي على دماغنا احنا. كل واحد وحر في حياته بقى يا تينا. ازاي يعني حر في حياته؟ احنا مالنا مال اللي بيحصل ده؟ سيبك من كل القرف ده كله، قولي لي انت عامله ايه؟ انا عامله ايه؟ عامله ايه في ايه؟ حكايتك مع عمر لسه ما اتظبطتش؟ والله انا عملت اللي اقدر عليه. لا تعملي مره واثنين وثلاثه وعشره. خلاص بقى يا تينا انا تعبت. ده جوزك، اوعي تفرطي في حقك. هو في ايه؟ هو انا داخله حرب؟ انا متجوزه عشان ارتاح مش عشان اتعذب. مفيش حلاوه من غير نار يا لمار. اصلك انت ما تعرفيش، انا رفضت عرسان كتير قوي عشان كنت خايفه من الجواز وحيرته ومشاكله ودوامته، ودفنت روحي في قلب شغلي ولقيت نفسي لحد ما الصدفه جمعتني بعمر. حبيت وسلمت، وكان املي اني ما اجيش يوم وانده. شوف يا لمار، عمر تربية ايدي يعني ابني، هو مش ملاك
لكن برضه عمر مش شيطان، وكان عامل زي كده بالظبط، خايف من الجواز ان يكون سجن، فكان كل ما يجي يقرب يهرب زي ما انت عملتي مع ابن عمك بالظبط. لكن اول ما شافك رفع ايده كده وقال تبنا الى الله. يا جمال ابتسامتك، ايوه كده، مفيش راجل في الدنيا ابدا يقدر يقاوم الابتسامه دي، وخصوصا من وش طاعم زيك كده. اصل الستات بعد عنك نكديه قوي حوالينا هنا. يا لهو يا لهو يا ضحكه دوقه دي تجي وعمر ارض ارض. انت غريبه قوي يا تينا، ازاي تقدري ترسمي الابتسامه على وش غيرك وانت جواكي حزن وقلق كبير؟ مين قالك ان انا جوايا حزن؟ احساسي شايفاكي كده لابسه ماسك ومخبيه وراء قلق وحزن، وبتحاولي ترضيني وتهوني عليا. الحقيقه يا لمار انت تخاف منك. بالعكس، انا بقى اكتر حد في الدنيا ممكن تطمني له. انا متاكده من كده، وعشان كده احكي لك. هي يا ورا، انا حاسه ان الدنيا بتلف دواير ودماغي مصدعه مش قادره. علشان انت مجنونه، ما كانش ينفع تسافري. لا طبعا يا هبله، ازاي ما كانش ينفع؟ السفريه دي ضربتي بيها تلات عصافير بحجر واحد. اول حاجه نكدت على ماما، تاني حاجه ضايقت بابا، تالت حاجه والاهم عكننت على عريس الغفله. وعملتي ايه معاهم هنا؟ ولا حاجه، شويه زايق من ماما على شويه شخط من بابا، في الاخر يطلعوا في الحمله ونسيوني كالعاده. ولحد امتى هتفضلي كده؟ يا رب اقول لك ايه، مش طالبه صداع خالص، خدي لي الجنب لو سمحت. مش طالبه صداع، انا نفسي اعرف اخره اللي انت بتعمليه ده ايه. عارفه يا يارا لما تبقي مكبوته ومخنوقه وجواكي صرخه نفسها تطلع بصوت عالي مش قادره؟ اهو كل اللي انا فيه والبلاوي اللي انا برمي نفسي فيها دي هي الصرخه اللي جوايا. مش احسن ما اطق واموت؟ ما تسيبك من الدراما دي، قولي لي لما شافك عمل ايه؟ اتلبش ولا اجدحها، حرامي اتمسك في اتوبيس عام. ومراته حست بحاجه؟ طبعا حست بكل حاجه، ده غير ان عمه بقى جه معاه واحده بيئه كده ومعفنه وملبسه كل الحاجه اللي على الحبل، طلعت عينه هي كمان. ده ما كانش شهر عسل بقى، ده كان تأديب وإصلاح للدكتور عمر. بقول لك ايه يا يارا، انا عندي صداع ومش قادره، تعالي نخش نريح على السرير شويه. يلا. عارفه انت لازم تتابعي مع دكتور، بعدين حرام عليك البيبي. اللي هو انت بجد حامل ولا؟ تعالي بس، تعالي ادخلي. ايه تليفوني بيرن، ده اكيد مامي بقى واسئلتها اللي تخنق. يا ستي ما تردي عليها، واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا متلقحين في البيت اهو. ايوه يا ماما. ايه؟ ايه ده؟ معقول؟ انت بتتكلم منين؟ انت خرجت؟ طيب طيب انا جايه حالا. باي. حسام؟ حسام يا عفا خرج؟ بيكلمني من البيت دلوقتي. انا همشي دلوقتي وبكلمك تاني. يلا سلام. تفتكر الصراحه فعلا يكون معمول لي عمله؟ لا عمل يا قبطان، عمل قصدي، عمل يكون معمول لي عمل. اه عمل ولا منظور زي ما قالوا، ولا ممكن فعلا يكون التوبه ما بتجوزش في الساونه زي ما قال الجدع قريبك ده، عمك ده، عم حافظ. لا ده عمك انت. يا عم انا عمك انت. الدماغ دي. بص يا قبطان، انا عندي حل هجيب من الاخر. انت تطص وشك بشويه ميه. تطص ايه؟ تطص وشك بشويه ميه فتره، تفوق على طول. فتره؟ فتره. صدق بقالي فتره فعلا مش مرتاح لك. الله عليك يا قبطان. يلا هتغور من هنا. لا لا لا، من هنا يا قبطان. طب غور من هنا. طب ماشي. يلا يلا. ماشي. سلام. يلا سلام يا قبطان. يلا غور من هنا. ماشي يا قبطان. صاحبنا. ماشي. يلا يا ابني. يا قبطان. 60 داهية. هو صلاح اتحول ولا ايه؟ يا صلاح. يا ابو صلاح. انا باريزه. ايه الفصلان ده اللي جنبي؟ هم سحبوا كرافيه اهلي الارض. هم
هما مين دول؟ محروسة مراتك وسنيورة أختك. ليه؟ عملت لهم إيه؟ والله ما عملت حاجة، ده أنا غلبانة ومكسورة الجناح. مني وحدانية وراجلي بعافية شوية. أما هو بعافية، أما هو بعافية، اتجوزتيني إيه؟ حظوظ، حظوظ، وعلى رأي المثل، ده اللي راجل. بقى اسمعي يا بنت أنت. بقى كل اللي بتعمليه ده مفيش منه فايدة، ليه؟ 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 عشان خلاص. أنا مش غير كلامي، ما عنديش كلام غير اللي قلته. عايزة تتنقلي تاخدي قرشين خديهم وغرف 60 داية، غير عن كده ما عنديش. هتقولي لي بقى السي دي الدي في دي، هقول لك خلاص ما يهمنيش، لأن أنا ما يهمنيش غير مراتي، ومراتي الحمد لله تعرف كل تاريخي الأسود من قبل ما أتجوزها. لكن بقى مراتك ما تعرفش حاجة تانية يا دكتور، إنها لو اتفرجت على السي دي ولا الدي في دي هيبقى لها رأي تاني. ليه؟ ليه؟ قول لي انت ليه؟ ليه؟ علشان اللي جوه الدي في دي والسي دي مرات عمك لازم اللي ساكنه معاك في نفس الفيلا. نفس الفيلا. وانت عارف وساكت. ساعتها مراتك لما تعرف الكلام ده كله الكلام هيبقى له ولا تانية. صح. هقول برضو. تصبح على خير يا دكتور. ايه القرف ده؟ أخيراً يا حسام. أنا مصدقتش نفسي لما سمعت يارا بتكلمك في التليفون. كان هين عليا أخد منها التليفون وأسمع صوتك بنفسي. بس لولا بقى أنت محرج عليا إن أنا ما أقولهاش أي حاجة بينا. وحشتيني. أنت شارب حاجة ولا مسطول على الصبح يا غازي؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت بتهزر؟ هي دي حاجات فيها هزار برضه يا عمر. انت مجنون يا ابني؟ انت مش متجوز صفوة؟ يا عمر انت بقالك فترة بعيد، ناسي اصحابك، ما تعرفش حاجة عن اي حد. مش فاهم. انا وصفوة اتطلقنا. النهاية الطبيعية لأي علاقة بنت على أساس غلط. غلط؟ أنت مش هي اللي إنك بتحبها وهي بتحبك؟ يمكن هي كانت بتحاول تنسى وأنا اللي مفهمتش. تنسى يا غازي؟ في جولة أفلام قديمة دي. تنساك أنت يا عمر. بلاش كلام فارغ. دي الحقيقة. وانا كمان كنت بحاول اهرب من احساسي باكتافينا. يا ابني بس يا ابني، احساسك بمين؟ اكتافينا دي اختك الكبيره. اختك الكبيره، في فرق سن بينكم. اختك مش كبيره قوي كده يا عمر. اوه يا غازي، اللي بيني وبين صفوة يا غازي خلص من زمان، فمفيش حاجه تفتكرها علشان تنساها. انا حكايتي مع صفوة خلصت. انا جاي النهارده بكلمك بخصوص حكايتي مع تينا. حكايتي يا ابني؟ أنا مش مستوعب أصلاً إن أنت طلقت صفوة علشان تتقدم. غازي انسى الموضوع ده خالص، اكتفينا أختك الكبيرة. أختك الكبيرة ده غير إن هي ما بتفكرش في الجواز أصلاً خالص، ولا يمكن يخطر على بالها إنها تتجوز تاني. انسى الموضوع ده، انساه. لو ما عندكش مانع اعتبرها موافقة. وأنت كلمتها؟ لازم اطمن قبل ما احط نفسي في موقف زي ده. قالت لك ايه؟ ما قلتلوش حاجه، مع اني فضلت قاعده مستنيه طول الليل عشان افتح معاه الموضوع، بس في الاخر ما قدرتش. ليه بس يا تينا؟ انت عارفه ان عمر بيحبك قوي، والاكيد ان تهمه مصلحتك جدا، ومش هيقف وش سعادتك. انا متاكده من اللي انت بتقوليه ده كله. أمال إيه اللي خلاكي ما تفتحيش الموضوع معاه؟ عارفة إحساس الأم لما تروح تقول لابنها
انا عايزه اتجوز. ده اصعب احساس بتشوفه الست في حياتها. تينا يا حبيبتي، اولا انت مش ام، انت اخته، الفرق بينكم مش كتير. ما يفرقش كتير على اللي بيني وبين غازي، مش كده؟ ما تحسبيهاش كده بقى. هي ما تتحسبش الا كده. انت بتصعبيها على نفسك قوي يا تينا. يا لمار، هي صعبه بجد، صعبه قوي، وانا ما فيش اي حاجه في ايديا غير نسيبها على ربنا ونعم بالله. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جيت في وقتي. ما حدش شاف مراتي؟ لا. ولا انت؟ لا. طيب لو حد شافها موجات نعم سنيها ها؟ انا هناك ها؟ بس هي وحشتني قوي ها؟ وانا ايه؟ مستنيها. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا عفة انا شفته يومين عمري ما كنت اتخيل اني اشوفه. مش مهم يا حبيبي، مهم ان هم عدوا خلاص وانت معايا دلوقتي. قولي لي اخبار البلد ايه؟ هو دلوقتي مهم اخبار البلد يعني؟ المهم ان احنا دلوقتي مع بعض. انا سمعت ان ابوكي اسهمه بقت في العالي قوي. ما اعرفش، ما بسالش، ما بهتمش. سيبك من كل الكلام ده وخليك معايا انا بقى، توحشتني قوي. وحشتك؟ امال ليه ما رضيتش تيجي شقه الهرم؟ عشان تعرف موضوع شقه الهرم ده بيضايقني قد ايه. من كام مره انا جيت لك فيهم ببقى نازله من عندك متنرفزه. ولا عشان حبيب القلب ما يزعلش، هو مش اتجوز؟ حبيب القلب ايه اللي انت بتقوله ده؟ دكتور ابو اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انت كنت فاكره انا اهبل وهتخش عليا الدخله دي ولا ايه؟ انسي يا عفه. سلام. حسام، حسام. حبيبي عيين الدم واعملي لي صوره دم واملاح واعملي رسم قلب. يلا بسرعه. وانت شوفي لي مكان في العنايه، اكيد هنعزلها سرير. يلا بسرعه. والله وتعلمنا نحط رجل على رجل يا فلان. مساله امكانيات. ابص طب بالمناسبه دي بقى نازل رجل. حاضر. ابص انت تسوي نفسك بياض ولا ايه؟ مؤاخذه. بص بقول لك يا فلان، امر انت العز مش لاقي عليك بصراحه. بص ولا انت انت بتقول ايه؟ يا ولاد الكلب ده انتوا واكلينها والعه. السفيره بريزه. الله 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 الله. مين خلوصي انت؟ واد السحميه وحطينا جل وكونا هدومنا ورشينا ريحه ولمعنا الجزم كمان. بس هنروح فين؟ في الشاسيه اللي اتعدل واتفرد ده. تعالى يا روح امك. عادي 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 يا اختي عادي. خمسه وخمسه يا خلوص. رش لك يا اخويا حصوتين ملح. يا بت مش خلوص اللي يبص لك يا بت، خلوص عينه حلوه. وبعدين الشاسيه ده بتاعي حافظه وفاهمه. بقول لك ايه القابل؟ ايه يا اخويا المكنه النظيفه اللي انت جايبنا فيها دي؟ واحي يا اخويا اللي بدل حالك كده. هقول لك على كل حاجه بس نشرب لنا. ما تقوم يا فلانك جيب لنا اي حاجه. ما قدامك كل حاجه. طب قوم امن يا. حاضر. ابص الا قول لي يا اخوك. قول يا روح قلب اخوك. الراجل ازاي؟ هيجي من حيتي ولا لسه؟ راجل مين؟ نيازي؟ بوز الاخس. بصراحة أنا مش مركز غير في المنهج اللي قدامي. واضح إن أنا اتسرعت وكنت المفروض أعيد حساباتي. أنا كنت أعرف يا بت إن في حاجات كده مستخبية كتير، كنت اتجوزتك من زمان. ما أنت يا أخويا اللي مالكش في في الطيب. بحسب يا أختي بحسب. ماشي أوكي. لا طبعًا هعدي عليكم. مع السلامة. ها؟ إيه اللي حصل؟ عمها باين ولا خالها؟ قلق عليها لما لقى عربيتها تحت ومحدش بيرد، كلمني طبعا 100 مره وانا ما بردش فكسروا عليها الباب. ولو جالها باين صدمه عصبيه ولا نفسيه، جابوا لها اسعاف ونقلوها المستشفى. ايوه ما هي كده هتفوق. طب ما تفوق. طب ما هي لو فات هتتكلم وممكن تبوظ لنا كل حاجه. وطبعا سي عمر ابو قلب حنين ممكن يروح يزورها. طب ما تتكلم ويروح ابو قلب حنين يزورها وانا كمان اروح معاه. تحب تيجي معانا؟ ما عايز اعرف انت مالي ايدك منها قوي كده ليه؟ سر المهنه بقى يا دكتور. يا ابن اللذينه اموت واعرف انت عملت لها ايه وصلها للحاله دي. انت ده انت شطان. لا حلوه حلوه
عجبتني يا بوه، جناح اخضر. رسمت لك خريطه للفيله فوق وتحت، حتى الغفير سنجفت لك اموري معاه. بقول لك يو يا واد ما تخليك معايا، مروش كده ليه يا بت؟ احنا مش زي زمان، احنا بنشتغل وقت شغل فيري دينجرس، يعني لازم تخلي بالك من كل حاجه بتعملها. اتفضل يا كيمي، المكان كله منور منور، سابت الناس. اتفضل يا كيمي. ازيك يا خلوصي؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا باريسة؟ باشا والخدمة الشريفة، كنت لسه جايبة في سيرتك. صح 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 يا باشا صح. شفتي الدنيا صغيرة دي؟ يعني انت جاية جاية ومصير الحي يتلاقى. الدنيا دي يا بنت الناس ببنا منفذة على بعض، ومفاتيحها في ايدين العبد لله. اقعدي اشربي وبلي ريقك. اقعدي. تجا ونسك انكل حافظ. ايه ده؟ هو انا بعيد مشهور للدرجه دي؟ شكلك مش واخد بالك انا بقى مين. الا هو انت؟ معلش بس الدنيا منغبشه شويه. سايب عروستك في اول يوم وجاي هنا؟ عروستي هي اللي سابتني، كل الناس بيسيبوني، كل ما يقربوا مني قوي يبعدوا عني خالص. بعد ما شوه علاقتي ببابي كشف لي حقيقته، صومته على الكرسي خلاني مبقتش طايقه وبكرهه قوي، جاي دلوقتي عايز شوه علاقتي قدام نفسي. قالت لي اتجوزنا، ولا لا شفت لا جواز ولا ورقه ولا حتى مأذون، ولا اعرف حتى هي راحت فين. مش وحشه، ما بحبش السهر، ولا كان عمري ليا فيه، ولا بحب اسكر ولا بحب الدخان، بس انا ما عملتش كده يجرى لي حاجه. تفتكر لو قلت له هيعمل ايه؟ تفتكر لو خالد ابني عارف ممكن يبعت لي جواب؟ فضل لو عايز تمشي انت امشي، انا قدام شويه كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا. واسيبك لوحدك يا استاذه؟ وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقول لك ايه؟ عامل لك كوبايه شاي؟ يا سلام، لو عليها عودين نعناع تبقى فله. شجره نعناع لو عايزه. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عيني. وادي الغلايه. وادي الكوبات. ثانية واحدة اروح اقفل لك الباب عشان ما حدش يزعجك كمان. راحت بالليل؟ هي ما بتحرمش. هترجع ازاي بس؟ دي هترجع ازاي؟ اروح اجيبها طبعا. ماشي، هي عايزه تقلقني وخلاص. لا طبعا هروح اجيبها. ما تقلقيش. حاضر همشي بالراحه. حاضر حاضر يا تينا. حاضر همشي بالراحه. ماشي. لا لا محمد، سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه.
اتفضل لو سمحت اديني الموبايل من عندك. لما انت عايزه تنسيه كان بعت تليفون حبيبي ليه وحاطه صورته. انت يا فاطمه انت ازاي تكلمني كده؟ انا اللي بحبك، لا عمر ولا ابن عمك ولا اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي. فاطمه ما تبهدلنيش معاك، انا لمار، انا ما استاهلش منك ده، ما استاهلش. انت تستاهلي الدنيا واللي فيها. انت اتجننت يا فاطمه، اتجننت. مساء الخير يا قطة. خلصي بتبيعيني بالرخيصة رخيصة يا فكة. جرى يا خلصي، انت عامل لي فيها مخبر وبتتجسس عليا. هو ده ليه؟ عشان عاجنك وخبزك وعارف انك تربية وسخة. رهنت نفسي انك هتبيعيني، وايه اللي حصل؟ لعبت معايا الدنيئة وبعتيني. انا ما قلتش حاجة. ولا هتلحقي تقولي حاجة يا روح امك. انت بتهددني يا خلصي. وسيح دم امك يا روح عين ام خلصي. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايزك تلم روحك وتحط لسانك جوه بقك، بدل النفس اللي خارج ده ما لاقيش مكان يرجع له تاني. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ سالك يا خلوصي صورتك بريزه. ما عشان انت بريزه وانا خلوصي، ما ينفعش نلعب مع بعض اللعب الوسخ الشمال ده. الواد ده زبوني، وانت عارفه اللي بياخد مني زبون ولا بيطلع له شمس ولا قمر. طب اقول لك ايه، تعالي ادخل جوه. تعالي انت قاعده تسلميني يا اخويا، مفيش حد جوه. يلا طب ادخلي وتبيع بقى. انا عمري طلعت عن طولك يا خلوصي. ولا تقدري، بس فكرتي والحمد لله ربنا سلم. بس خدي بالك بقى، الموضوع ده لازم نخلص منه. تسلميني الواد يا روح امك، وتاخدي نفحتك وخالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. طب انا مش ضمني ان انت هتسيبني في حالي. اسيب مين يا بريزه؟ ده انا الملك بتاع الكتابه، يعني في قفا بعض طول العمر. ايوه كده، عقلك في راسك تعرفي خلاص. بقاش فيها كلام يا عمر. عايزه تسيبيني يا لمر؟ انت اللي سبتني بعمايلك يا عمر. عمايلك ما بقتش فهمها خالص، والغزك اللي كترت قوي، وبعد اللي شفته النهارده ما بقاش ليها مكان في بيتك يا عمر. انت فاهم غلط، مفيش حاجه حصلت اصلا. وانا مش هستنى لما يحصل على فكره. استنى، الموضوع كله سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ عايزني اشوفها فوقك وتقول لي سوء تفاهم يا عمر؟ يا حبيبتي دي كانت جايه تحذرني من ناس ناويين ياذوني. كفايه بقى، كفايه تضحك عليا بالكلمتين دول. انا هضحك عليكي ليه؟ انا هضحك عليكي، انا عمري ما ضحكت عليكي ولا بفكر اضحك عليكي. انا بقول لك الحقيقه ولازم تصدقيني. حد كده وكفايه يا عمر، كفايه. لمار انت كده بتخربي على نفسك وبتخربي بيتك بايدك، ومفيش داعي لكل ده، بلاش هبل. لمار انا بكده احترم نفسي يا عمر. لمار لمار لمار، ايه ده ايه ده ايه ده، انت واخده شنطتك كده ورايحه على فين؟ ها مالك لمار؟ هو في ايه؟ انت فاكراني هبوس ايدك ولا هجري وراكي؟ مع السلامه. قبل اللي انت عايزاه في يا عمر. عيب والله العظيم اللي بيحصل ده، ما تهدى شويه. خلاص يا بنت انت كمان، خلاص يا بنت. طب ماشي لما انا توحشين. باي باي حبيبتي، باي. مع السلامه يا هانم. حاجه تعرف شك 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 شك، خلقتيني خلاص. صوتي اتنبح وانا بقول تبنى الى الله، تبنى الى الله، تبنى الى الله. I'm not afraid.
اخويا؟ ايوه حسام، بكلمه ما بيردش عليا. انت عايزه ايه من حسام؟ يا ستي مش وقت، قولي لي هو فين، انا عايزاه ضروري. هو انت مخبيه حاجه عليا يا عفه؟ يا ام الرغي بتاعك يا يارا، ما تردي عليا، هو فين؟ ما اعرفش، لما نزلت من البيت ما كانش موجود. ماشي انا ماشيه. سامي نعم. انت رايحه فين؟ هدور عليه، ما انا لازم الاقيه. عفه ايه الجنان ده؟ يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طول غيابك ليه؟ انت بتنده قطه، انت بتنده قطه، مش عمال اندهلك عشان تجيلي. عمر انت ايه اللي جابك هنا عندي؟ عندك فين؟ ده انت اللي جاي عندي. تعالى تعالى، عايزك يا اخي ما تضيعش الكاسين اللي في نافوخي. بقى كاسين ايه وهباب ايه؟ تعالى شوف المصيبه اللي انت بلتنا بيها الاول. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الزفته اللي انت اتجوزتها. اتجوزتها؟ وانا اتجوزت امتى؟ نعم انت فوق اتجوزت ولا اتجوزت؟ ايوه افتكرت انا اتجوزت. الزفته خلت لمار تهج وتسيب البيت. رمار مين بس؟ رمار مين؟ انت هتفوق ولا ارزعك حقنة فوقك بيها؟ رمار ايوه، مالها رمار؟ انا قلت لك قبل كده ان البت باريزة دي مزقوقة وانت ما صدقتنيش. مزقوقة من مين؟ مش عارف، الا ما هموت واعرف. وانا كمان عايز اعرف لما هي مزقوقة وقعت. قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. على فين؟ قوم معايا. هتروح فين؟ هروح الجناح عندك. طب ما انت عندي دلوقتي. انا عندك هنا؟ هنا احنا عندك؟ هنا احنا عندك؟ نروح رايحين عندك، هنا احنا عندي انا. يعني هنروح عندك انت؟ هنروح عندنا عندك، نمشي قدامي. مكان هنا كويس. غزال مش موجود يا عمر، وكمان خدت هدومها. ايه يعني هربت؟ طفشتها يا سي عمر. طفشت مين انت كمان؟ ايه دي بتطفش؟ البنت دي وراها بلاوي، ولازم اعرف مين اللي وراها. حرام عليك يا عمر، عملت ايه بس خليتها تسيبني وتمشي؟ كانت ونساني. عملت ايه فيني؟ بقول لك البنت دي وراها بلاوي. بلاوي يا راجل، حرام عليك، بلاوي انها بتونسني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش فايده فيك. انت فين يا غزال؟ رحت فين وسبتيني لوحدي؟ ده انا ما صدقت لقيتك وبقيت معايا وبقى في ونس ليا. خلاص كلكم سبتوني. تاني في الشارع لوحدك يا باريس، زي ما يكون مكتوب عليك تترمي من شارع لشارع، ومش مكتوب لك اربع حيطان يداروكي ولا ظل راجل يحابي عليكي. ومن تاني يا باريس الدنيا هتفك فيكي حته حته وتشد من بقك كل حلو قبل ما تدوقيه. ايوه كنت متاكده ان انا هلاقيك هنا. في ايه يا عفه؟ مالك؟ مالي؟ ما بتردش ليه عليا يا حبيبي؟ بتتهرب مني ليه يا حسام؟ مفيش عفه والله، اصل انا مشغول بس شويه. مالك يا حسام؟ هو انت مش عايز ندخل ولا ايه؟ لا 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 يا حبيبتي والله مفيش حاجة. انت في ايه؟ تعبانة؟ مالك يا حسام؟ مش على بعضك، انا عايز افهم في حاجة معينة؟ لا لا حسام في ايه يا حسام؟ مين دي يا حسام؟ ما تقول لها مين دي يا حسام. عفوا من فضلك نتكلم بعدين. بعدين فين يا حبيبي؟ ما خلاص، ما كل حاجة بقت باينة زي الشمس. سماح خش اقعدي على السرير، خشي جوه الأوضة. يلا ليه تدخل جوه؟
خليها انا عايزاها تتفرج، مليلة الفرجة ببلاش. خش يا بنت جوه، خش انت، خش يلا. يا عفة مش هينفع كده، انا تعبان، انت مش فاهمة حاجة. انا فعلا ما كنتش فاهمة حاجة، عشان صدقت واحد زيك غفلتني وضحكت عليا واشتغلتني بكلامك ومبادئك الفظيعة الجبارة، وفي الاخر اتاريك رابطني زي الطور اللي في ساقية وانت بتجره، وفي الاخر لما عرفت ان في بطني خوستك انت مش حد تاني هربت مني زي الجبان. عفة ما تنسيش نفسك. لا يا حبيبي، وانا لسه هنسى نفسي؟ ما انا نسيت نفسي معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خلتني زي ضلك بغبغان بيردد كلامك مش اكتر. عروسة حلاوة وقت ما تحب تاكل منها بتغرف، لما بتزهق بتكسرها، وكل ده عشان ايه؟ عشان غريزتك القذرة. يلا يا بنت بره بره يا بنت. انت ارخص بني ادم انا عرفته في حياتي. روحي من بالك على حد غيري يا عفة. بقى ايه ده؟ مين اللي بيخبط دلوقتي؟ مين اللي هيجيك الحين؟ معرفش، ادخل جوه لحد ما اشوف مين. افتح انت الباب، انا جالس في مكاني. في ايه متعب ملك؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ بقول لك خش جوه. بقول لك انجزي، روحي شوفي مين. هنجز، امسك. هاتي هاتي. يا نهار اسود، يا نهار قوم، يا نهار قوم بسرعه. يمر هو ايش اللي جابها؟ ما اعرفش، اتفضل خش جوه، لو اتاخرت نط من الشباك زي ما انا فاتت. ظبط حالها علي. ما اعرفش، يلا ادخل مش وقته. يا نهار اسود. ايوه لمار. معلش انا اسفه يا سلمى، جيت لك من غير ما اكلمك، بس اصلا انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ وايه الشنطه دي؟ اصلا سبت البيت، هقعد عندك كام يوم. لا يا سما، لا انت اكيد بتهزري. طب وعمر يعمل كده ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اكيد طبعا حالته زي الزفت دلوقتي، مش كده؟ طيب 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 طيب، اقفلي وانا هتصرف. اقفلي بقى، بطلي رخامتك دي. يلا باي باي. يلا يا غازي قوم معايا. على فين؟ لازم ارجع مصر دلوقتي حالا حالا. ايه يا غازي انت بتبصلي كده ليه؟ اهدي بس وفهميني في ايه؟ حصل حاجه لحد من اخواتك؟ ايوه، عمر اتخانق مع لمار وسابت البيت ومشيت. وده بقى السبب اللي انت مخلانا ننزل عشانه؟ امال ايه؟ عمر اخويا حالته اكيد زي الزفت، ولازم انا انزل عشان اقف جنبه. طب ما عنده سما وعم محافظ. سما وعم حافظ بذمتك دول حد يعتمد عليهم؟ انا لازم اكون جنبه وما اسيبش اخويا في موقف زي كده ابدا. خلاص يا ست، نكلمه في التليفون ونطمن عليه. تليفون ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ لا طبعا انا لازم اكون جنبه عشان اعرف كمان ايه اللي حصل. هيكون ايه اللي حصل يعني؟ مشكله زي اللي بتحصل ما بين اي اتنين، وشويه وهيتصافوا. كون ان سما تقول ان لمار سابت البيت ومشيت، يبقى اكيد حصلت مشكله كبيره جدا. كبيره ولا صغيره؟ ده مش مبرر يخلينا نسيب شهر العسل وننزل بالشكل ده. يا غازي انت اكتر حد في الدنيا عارف عمر بالنسبه لي ايه. عارف يعني لما عمر يكون تعبان او في مشكله او في محنه وانا مش معاه، انا ممكن يحصل لي حاجه. واحنا كمان عرسان جداد ومن حقنا نعيش يومين. خلاص خليك انت عيش اليومين وانا هروح الم هدومي. استني هنا، يعني ايه تروحي تلم هدومك؟ اي ايه ده غازي، احنا وسط ناس. وانا جوزك وكلمتي هي اللي هتمشي. واخويا في مصيبه. جوزك ولا اخوكي؟ لا ما تحطش نفسك في الكفه دي عشان ما اظلمكش. ده انت لو عايزنا نكمل او نعيش مع بعض. كل ده عرفته امتى وازاي؟ يوم الجواز وبعد كتب الكتاب. وازاي وافقت على الجوازه من اصله؟ ليه ما منعتهاش؟ كان صعب قوي اكسر فرحتها، صعب جدا. يا عيني احتريك، كنت مبلم زي اللي واكل سد الحنك. شفت الهنا اللي انا فيه؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ من ناحيه مصيبه تينا وجوازها، خد بالك؟ من ناحيه تانيه لمار اللي هجت وسابت البيت، من ناحيه التالته
ماريزا هانم فك والناس اللي عايزه تاذيني. طيب كل ده وانا تايب، كل ده وانا تايب. امال لو مش تايب بقى؟ لو مش تايب اقول لك ايه، سيبك من دول وخليك معايا. طب باريزا مشيت ليه ما دام كانت ناويه تحكي لك؟ ده لغز تاني ومحيرني وبرضه مش لاقي له حل. يمكن خافت او حد مهددها، ويمكن بتلف لفه عشان تعمل لي مغرز جديد. لا يا عمر ما تظلمش باريزا. لا والله، لا لا بجد، لا لا اطلع من دول، اطلع من دول. انت عارف بتشتغل ايه؟ لا لا لا، يعني بتشتغل ايه يعني؟ لا حول ولا قوه الا يا عم. فوق وارحمني، فوق بقى وارحمني يا عم. مش مهم اعرف هي بتشتغل ايه، المهم هتعمل ايه في المصايب اللي حاطه على دماغك دي. دبرني دبرني. مش انت كبرنا برضو؟ مش انت كبرنا ولا انت ضيف شرف في الفيلم دوت؟ لا ضيف شرف ايه، كنت عايز اشتغل فيه بس فيلم ماسخ دمه تقيل، فيلم اسود في اسود، وبعدين كل عقده فيه بشنيطه محطوطه فوق دماغك. لا نورت المحكمه، لا اضفت، لا كده انت اضفت بجد، اضفت. عايز حل، حل يا رب. ده انا تايب استقامه. عشان كده ربنا استجاب لدعائك ومعايا. انت بتتكلم بجد؟ ايوه. لقيت حل؟ ايوه لقيت حل. لقيته. احمدك يا رب. قول لي يلا مع بعض. لا قول لي والنبي قول لي. اقول لك هنا؟ طب قول لي هنا، انا مش هنا. ايوه عمي عمي. هنروح مصمت اكلة كوارع ترم عضمنا. اكلة كوارع ترم عضمنا، هو ده الحل؟ من وجهة نظري. من وجهة نظرك ناكل كوارع تحل ال ترم عضمنا. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله. عمر كتف إيديا وربط رجلي وكم من بقي ورماني في بحر غويط لحتى ما سابليش آخر نفس الحق روحي بيه. دوقني طعم حب، كنت محوشة لكل حاجة حلوة فيا، ولهاني بشك وحيرة وحاجات كتيرة قوي لحد ما دخت منه واحد في الآخر صحاني على هدى معتبر. محتاجة له عمر تاني علشان أقدر أفوق منه. مش يمكن يكون مظلوم فعلا وانتي فهمتي الموقف غلط؟ الست ممكن تفهم أي حاجة في الدنيا غلط إلا مشاعر جوزها ناحيتها أو ناحية واحدة تانية. كان لازم تديله فرصة تانية برضه عشان يوضح لك هو عمل كده ليه. فرصة؟ الفرصة دي أنا اديتها له بدل المرة 10. أول مرة لما وافقت إن احنا نتجوز بالسرعة اللي هو عايزها، وتاني مرة لما كنت بصدقه في كل موقف كان بيحصل يبرره لي، بس للأسف للمواقف بتخلص ولا مبرراته بقت تقنعني. تحولت الحكاية كلها لتنازلات، تنازلات كتيرة قوي، كل يوم عمال بتزيد بتزيد قوي. يا سلمى لمار، دموعك دي بتأكد لي حاجة تانية خالص، انتي مش بتحبيه بس انتي بتموتي فيه. الدموع اللي انت شايفاها دي عشان أول مرة في حياتي أحس بالإهانة. أهي من امبارح كده قافلة الأوضة عليها وهاتك يا صلاة وقراية قرآن، مش عايزة أتكلم حد. سيبيها على راحتها. راحتها ده ايه؟ هي كلهم بحال. السلام عليكم. السلام عليكم.
حرم يا بنت جماعة. أظن إن أبسط حقوقي لما في أوضتي لما حد يدخل يخبط الأول. بليز وحياتك قبل ما تعلمينا الحقوق والواجبات فهمينا الأول مش حكايتك إيه بالظبط. فوفا أنت كنت بتعيطي؟ أرد على أي سؤال فيهم. يا بنتي إحنا عايزين نطمن عليك. اوعي تفتكري إن أنا نسيت موضوع المستشفى وعديتهولك، أنا لازم أعرف كل حاجة. الله أكبر. والنبي يا عم خد لك واحدة عشان خاطر ربنا. طبعا عشان خاطر الست. امشي يا بنت من هنا الله يسألك. امشي تك وجع في بطنك. انت يا بنت تعالي تعالي اقعدي هنا. جالك واحدة عشان خاطر ربنا. سيبك يا اختي من الاسطوانة دي. انت اسمك ايه؟ وردة. ده بجد ولا بحركات؟ طلع اكل عيش. خش. ايه ده 10 جنيه؟ انا ما معيش باقي. ومين يا اختي قالك ان انا عايزة باقي؟ كلي عيش يا حبيبتي، روحي كلي بيهم عيش. انت اسمك ايه؟ بريزة. بجد ولا حركات؟ كله اكل عيش. قومي يا بت قومي كل. خدي دي عشان بريزة. بريزة رف رف يا مرتضى. خلوصي انت اللي جابك هنا. انت عرفتني ازاي برف؟ ده انا متخفي ونضاره ومكلف حاجه. تخفي ايه يا راجل؟ ما هو في يافط على صدرك. دي كوم فلاش يا برف. وبعدين انا مأمن الطريق كله اندر كنترول ما تقلقش. اندر كنترول ايه؟ انت اتجننت؟ تيجي لغايه مكتبي؟ ارجنت امر ارجنت جدا يا برف. ايه اللي رماك على المر يعني؟ مر وارجنت. استنى هنا استنى. عصب يا برف. ايه اللي لابسه؟ استغفر الله العظيم. انا قلت لك ما تخافش يا بروف. انا مأمن. انا خلوصي خلوصي كله خلوصي. قول ماشي. اقول قول بقى الارجنت اللي انت جاي عشانه. البت باريزا كانت هتقلب الترابيزه وهتجيب الموضوع شوت داون. ازاي؟ فاكر من اخر مره قعدنا معاها شميت انا كده منها ريحه وسخه. ايه ما كانش غسله رجليها؟ مش ده القصد يا دوك. ريحه غدر لبتلها زي الله. وقعدت وراها لقيتها قافشه في رقبه الدكتور عمر صاحبك ده وعايز ابخله بالكلمتين. قالت له حاجه؟ ما بقاش قلبك خفيف كده يا بروف. خليك معايا لاخر بس. هوب كلوب لقيتني في وشها على طول. كشنت لها اتلمت. بس انا قلت كده يعني يا عم نروح واحكي لك برضه على اللي حصل. بقول لك يا خلوصي انا قلقان للبت دي تبوظ لنا كل حاجه. لا 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 يا بروف انا مش عايزك تقلق من الموضوع ده خالص. وبعدين يا بروف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. البت دي تربيتها اي نعم تربيه وسخه بس بشويه فلوس كده تيجي تحت بطن على طول. تعبيط ياض ولا ايه؟ انت هتشتغلنا يا خلوصي؟ حاشا لله يا بروف. انا اقدر. ده انا حبيبك. خلاص لو عايز تبقى حبيبي بقى بصحيح اكسبني. انا مكسبي دائم وكبير. بس الامر يا بروف محتاج شويه محفزات كده عشان الواحد يبقى اون فاير يعني. طب ولو البت دي قلت معانا؟ لا لا اقرا عليها الفاتحه. ولا اقول لك ما تستاهلش حتى الفاتحه كمان. لا لازم نقرا الفاتحه. قرايه الفاتحه على الميتين واجب. راحتك بقى. خد بالريك. كام دول؟ كده ايفري سينج از اوكي. افري ايه؟ افري سينج غلط ولا ايه؟ امشي امشي يا خلوصي. سلام يا بروف. خد افري سينج واتكل على الله. سلام. هنيتي الف حمد لله على السلامه يا ستي. نورتي الدنيا كلها. هو ده وقت زغاريت؟ فين عمر؟ خرج من بدري. خرج من بدري؟ ما تعرفيش ايه اللي حصل بينه وبين لمار؟ وسابت البيت ليه؟ وسما فين يا سما؟ استني بس يا ستي. سما مش موجوده. خرجت هي كمان. خرجت يا دي الخيبة. ايه دي بس وخدي نفسك كده. نفس ايه دلوقتي؟ غوري من وشي غوري. الله يكون في عونك يا عم الحاج. ما اكلم عمر يا رب بقى ترد عليا يا عمر. مش شايفة انك اوفر قوي؟ يعني ايه اوفر؟ يعني مزوداها كده. كأن انت الوحيدة اللي عندك اخ عنده مشكلة. مش كفاية شهر العسل اللي باظ؟ تمام انا فوق بقى. لما تطمني بقى حصليني.
ايه يا سلمى؟ انت بتعملي ايه كل ده؟ مفيش، كنت ببص على المحل اللي جنبنا. على فكره عمر بره جاي عايزه. طب يلا انجزي، عايزه امشي. كنت متاكد اني الاقيكي هنا. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا شكرا يا سلمى، هما كلمتين وامشي على طول. انا ماشيه يا سلمى، اقفلي وهصلي. عمار انا جيت لغايه عندك عشان افهمك. وانا مش عايزه افهم حاجه يا عمر. بتبطلي بقى العند ده. هتزعق لي تاني؟ مش انت اللي قلت لها من اللي انت عايزاه؟ كفايه بقى يا عمر، كفايه. لمار. هي لمار كده شكاكه طول عمرها، ده اللي خلاها تخسر ناس كتير. وانا ياما حاولت معايا بس للاسف مفيش فايده. ناس كتير ازاي يعني؟ عمر انت عارف كويس ان لمار طيبه جدا، بس احنا مش ملايكه وكلنا بنغلط. المهم ان احنا نعدي لبعض عشان الدنيا تمشي. لازم تحس بيا يا زوزي، مش عايزاك تزعل مني. انا مش زعلان. مش زعلان؟ ما هو كمان ما ينفعش ان في يوم وليله كده ابقى زي ما انت عاوز بالظبط. انا برضو ست مش طبيعيه، يعني عندي شويه عقد وكلاكيع كده، وانت اللي لازم تفكهم لي. انت مش مداني فرصه اصلا، بعدين حبك لاخواتك بقى شيء مرضي. ايه؟ وانا بقولك ما تحبهمش، بس انا كمان برضو من حقي عليك انك. انت من حقك وهما من حقهم، ولو قعدنا نقسم الحقوق مش هنخلص يا غازي. سيب الدنيا تعمل فينا زي ما هي عايزه، واحنا كمان نعمل اللي احنا حاسينه بجد. ويا سيدي مطرح ما هترسى هتحطنا. وانا فين اصلا من كل ده؟ عارف انت فين؟ انت هنا. عارف يعني ايه هنا؟ يعني احساس بيحسسني ان انا موجوده على وش الدنيا. اوعى تستهون يا غازي الاحساس اللي انا بحسه من ناحيتك. احساس ما بيجيش في العمر غير مره واحده وملوش تاني، وانا دايما بحمد ربنا ان انا لقيتك. انا مش عايز حد يشاركني فيكي، حتى لو كان الحد. لا ارجوك ما تصعبهاش عليا، اخواتي دول حته مني. عارف يعني ايه حته مني؟ على فكره البنت دي لخبطتني اخر لخبطه. أنا مش عارف هي عايزة مني إيه بالظبط، وإيه كم العقد اللي بقى فيها ده. هيفا ما كانتش كده أبدا. يمكن تبقى حست بحاجة بينا. حست إزاي بس؟ يا ترى أنت جبت سيرة لحد؟ هجيب سيرة لمين يعني؟ وبعدين أنت مالك تخضيك كده ليه؟ إحنا متجوزين على فكرة، ولا إحنا عشان قاعدين في شقة مفروشة فأنت نسيت؟ ما أنت عارفة إن دي ظروف مؤقتة، وأنت عارفة ظروفي. على فكرة بنتك مش محتاجة حد يقول لها حاجة. البنت في السن ده بتحس بكل حاجة تخص باباها. مفيش حد يقدر يحس بقيمة الأب غير اتحرم منه بدري. دي تبقى مصيبة لو حست. خايف عليها ولا على الكرسي؟ أنا بنتي أغلى حاجة عندي في الدنيا. أغلى مني أنا كمان؟ تصدقيني لو قلت لك إني بلاقي عندك حاجات كتيرة أنا كنت محروم منها عندها. مصدقك. مبقاش للكلام أي معنى ولا للعتاب له أي قيمة. كل حاجة بقت شبه أي حاجة، كله محصل بعضه يا ماما. حبيبتي أنا أمك، ما تبصليش كده. حتى لو اختلفنا دي حقيقة في الآخر، لنا ولا أنت نقدر نهرب منها. الأم مش كلمة بتتقال عشان تقرب بيها المسافات، ولا حاجة ممكن تتنسي عشان تفكريني بيها. الأم إحساس، الأم إحساس موصول بقلب بنتها، ربطه ربنا بحبل سري. بس للأسف بقى أنت قطعتيه بعد ما بقيتي مخلية حلمك على قدك أنت لوحدك وبس، وسخرتيني وسخرتي كل حاجة حواليك علشان تحققيه بما فيهم بابا. يمكن اتلهيت عنك شوية،
بس ده علشان انتي انتي ما تلهتيش عني انا لوحدي، انتي كمان تلهتي عن بابا لحد بقى في كل حته بره بيدور على نقصه فيكي. معقول؟ معقول تشايفيني بالوحاشه دي؟ انتي اللي حاولتينا كلنا للمرايه علشان تشوفي نفسك انتي وبس. طلمها كده ليه يا دكتور؟ يا فندم؟ يعني بتنورها شوية، خلينا نشوف بعضينا. لا خلاص يا فندم احنا خلصنا، تقدري تلبسي هدوم. ايه ده؟ لحقت بالسرعة دي؟ حنان فندم ده جوز الست. حاضر. جوزي ايه بس؟ خليه متلقح بره، بس انا بنكسر. خير يا دكتور؟ طمني، بس انا قلقان قوي. لا مفيش حاجه، مفيش داعي تقلق خالص، ان شاء الله التحاليل دي هتطلع نتيجه كويسه باذن الله. بس انا شايف ان انتم مستعجلين شويه على حل المجال. اصل انا بقالي 3 سنين بحاول يا دكتور، وكل المحاولات بقت بالفشل. هستنى ايه تاني؟ ان شاء الله خير باذن الله، طمن المره دي. انا سايب المحاوله الجايه دي بقى عليك انت يا دكتور. ربنا يجعل على ايدك الشفاء يا رب يا دكتور. مش هوصيك بقى يا دكتور. كله على الله يا مدام، كله على الله. مروه. مال ايدك كويس من الموضوع ده يا مرتضى؟ 100% يا دكتور. اوعى تغلط، اي غلطه ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. عيب يا برنس، ميزك. بس هي الحكايه حراقه شويه. ها مرتضى هي ناقصه. ناس جرالنا ايه؟ ناس كلها طمعانه، كله عامل زي المناشير. ايه ما بقاش عندهم ضمير؟ الدنيا بقت وحشه قوي يا دكتور. مش كفايه عليا الواد اللي بلاني بيه نيازي ده؟ عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. المعلومات اللي عندي بتقول ان الواد ده والبنت اللي معاه وراهم حكاية تخص عمر. ايوه، ما البت دي متجوزة عمه اللي اسمه حافظ ده. لا 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 لا، الحكاية فيها إن تانية خالص. ايه في لعب من ورايا ولا ايه؟ طب ولو في لعب لحساب مين؟ لحساب نفسهم. اهو يهبشوا من هنا شوية ومن هنا شوية. الله، مش بقول لك بقى الناس طمعانة عشان بتبدي غازي عليا. شفت أنا بعمل ايه وهو غرقان في العسل ومكبر؟ ما هو أنت لو مالي إيدك هنكبر كلنا يا مرتضى. في ايه بيحصل؟ وايه اللي جاب فضلي هنا؟
وعمر دخل ازاي؟ حبيبتي فهميني. مش عارفه ازاي ده حصل. اكيد في حاجه غلط. مش عارفه، مش فاهمه حاجه. انا شايفه ان عمر اتسرع قوي. هو شافكوا بتعملوا ايه؟ قولي يا حبيبتي. مش عارفه. طب ممكن تبطلي خوف وتهدي كده؟ ان شاء الله ده سوء تفاهم وهيتصلح. اهدي بس انتي، اهدي. مش عارفه حاجه. اهدي حبيبتي، لمار حبيبتي وحياتي عندك، اهدي عشان خاطري. ايه ده انتي مالي ايدك متلجة كده ليه؟ لمار حبيبتي، لمار انتي معايا؟ انتي متلجة يا ماما. لمار حبيبتي طمنيني، قولي كلمي لمار. راضي عني ولا حتى قابلها مني. واضح اني سقطت في الامتحان. واحد يا اختي اسمه عمو، كل اللي همه في الدنيا انه يزيح الدكتور من سكته، عمال يشمشم وراه عشان يلاقي له اي حاجه يزي بيها. ايه عوني؟ ما يكونش الدكتور عوني؟ اكيد هو، انت عارفه مصايبه مع عمر. ايوه انا سمعت الواد خلوصي وهو بيقول له يا دكتوره. يا نهار اسود على عوني وسنينه. ايه ده ما بيشبعش؟ بس عينيها فارغه والبحر بيحب الزياده. طيب طيب يا اختي كملي. وبعدين لضم يا اختي مع النت اللي اسمه نيازي اللي هيسخطوا قرد بسلاسل هو راخر. ومين نيازي ده راخر؟ واحد يا اختي كان ما تقلعيهوش من رجلك، بيشتغل في استغفر الله العظيم. احفظنا يا رب. يعني ايه بيشتغل في استغفر الله العظيم دي؟ يو ما تفتحي مخك معايا شويه يا اختي، استغفر الله العظيم. يا حبيبتي استغفري زي ما انت عاوزه بس فهميني. سكه شمال ما تفهمها يابا. طبعا انا فهمت. ايه دي شغل هنتها قبل ما تتوب على ايدي. اللهم احفظنا. يوه ده رايح يا سي حافظ، ما تنقي كلام. يا حبيبي يا اخويا كل الكلاب دي بتحوم حواليك. أنا كان غرضي أوعيه، إنما مراته بقى خشت علينا وطبت زي القضا المستعجل وقال إيه؟ شايلة في نفسيتها مني. وبعدين يا تينا الحكاية كده عكت على الآخر. عارفة أنا دلوقتي بس ابتديت أقلق على عمر. يا عمي ابتديت دلوقتي بس تقلق على عمر؟ لا بجد ربنا يسترها معاه بقى. هو أنت خايفة ولا إيه؟ لا أنا مش بس يعني مش فاهمة أنت جايبني هنا ليه؟ جايبك وسط الناس الغلابة عشان تشوفيهم. هي الناس دي عايشة في الترب. وتحت الترب كمان. مش فاهمة حاجة. طب بقول لك ايه؟ قول. بدل بقى فاهمة ومش فاهمة، ما تيجي نشتغل كده مع الشباب ونوزع مع الناس. ايه رأيك؟ نوزع ايه بقى؟ البطاطين اللي احنا جايبينها. هي الناس دي ما عندهاش بطاطين كمان. هو انت ما تعرفيش ان في بلدك لسه في ناس بتموت من برد؟ يلا. يلا. الري الشنكت. كبير السدي مساءه فل يا عمي. مش انت برضو الاخ شكل سدي ولا غلطت في العنوان؟ هو يا معلم امورنا سيدي معلمين. هي كلمتين كده لمؤاخذه في الدايره جوه. عشان لزوم الكتيمي. ما ينفعش المحل بيصرف زباين جوه. نفضها يا شنكل، في مصلحه تجني. افهم بقى مين بعتكم الاول وبعدين نوزن المصلحه. حبيبك وحبيب ايامك خلوص فارق. الله. طب هو ما جاش معاكم ليه؟
لا يا اسطى ده هيفضل لوك لوك لوك. الله الله يا عمنا مش كده بالهداوه، كلام اخده عطا. فضه انت لمؤاخذه الزيطه اللي جوه دي وهدوا رفع علينا. وفضها يا عمنا يا كيمياء حلوه. سيد بقولك ايه، انا عاوزك تبدر الرجاله وتنتشروا. هننتشر ونتوغل نتوغل نتوغل. نلتقي بعد الفصل. ما بقيناش بنعد الايام ولا السنين، اترمينا هنا من بعد ما بيتنا وقع وقالوا لنا روحوا في البتاع دي اللي اسمها ايه يا ابو زينب؟ انا فاكر يا ابو زينب. قصدك خيم الايواء يا حاج. ايوه البتاع دي اللي اسمها الايواء. هما يعني مش بيبنوا لكم بيوت تقعدوا فيها؟ انا الكلمه دي سمعتها قبل كده. في واحد كباره كده جه حط 50 جنيه في ايدي وقال حاجه زي كده. ايوه مش الراجل بتاع الانتخابات هو؟ وما عرف ان احنا ملناش صوت، ما ورناش وشه تاني ابدا. لا وايه، والتلفزيون جه وصورنا. مش كده يا ابو زينب؟ عملوا كام صوره كده وادونا اللي فيه القسمه. طب انا عايز افهم انتوا عايشين ازاي، بتاكلوا وبتشربوا منين؟ ان كان على الاكل والشرب. ما كانش حد غلب. يعني ايه مش فاهم؟ ادينا مستنيين دورنا. يا ابو زينب ربنا يجعل يومي قبل يومك، ما تقولش كده يا راجل. مش هتفرق يا ابو زينب، الاثنين جار بعضيهم. يوه مش هينفع قبلك اليومين دول خالص. بقولك شاكين فيا شاكين فيا. انا ما صدقت اصلا خلعت من الحوار بتاع الفلوس ده وتلاقوا في المشاكل بتاعتهم. يا سلام، حاول بقى اشوفك بكره ولا بعده. سلميني عليك. يخرب بيتك خططيني. بتكلمي مين؟ مستر بتاعي. ايوه مستر، هكلمك بعدين بقى. ها باي. لا هو انت اختي قاعده هنا ولا دريانه باللي بيحصل حواليكي؟ هيكون بيحصل ايه يعني؟ ست طينة وعمك حافظ مالهم؟ خدوا ديلهم في اسنانهم ودايرين في الشوارع يدوروا على الدكتور. ما يدوروا، انا مالي؟ ما انا عارفه ان انت شايله ايديكي منهم، بس المشكله في اللي سايبينها لك تحت. سايبين مين؟ ايه سابوكي لوحدك في الخلا يا قطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي كحي ولا تنحنحي ولا حتى قولي دستور. وانتي اللي رجعك تاني؟ الله مالك داخله عليا بالحامي قوي كده ليه؟ ما احنا كنا حبايب يا ستي. انا قلت انتي كتيتي مع صاحبك اللي كان بيجيلك على اول الشارع. ده انتي شماني غلط بقى ودماغك حتفه شمال. الله وانا مالي، براحتك وانا بحاسبك. سيب الحساب للي عالم بعباده، انا بس قاعده عشان اطمن على اخوكي واساعده عشان يطلع من الكومبينه وبعدين اروح لحل سبيل. كومبينه؟ كومبينه ايه؟ يا رجلي يا رجلي وردت يابا. طمنونا، لقيتوه يا اختي؟ لفينا عليه في كل حته، مستشفى العياده عند اصحابه واصدقائه ومعارفه، ملوش اثر. هو فيه بالظبط ماله عمر؟ طبعا مالك انت، ما انت في دنيا تانية. رواية مال رواية تينا ما تشعلليهاش. طب يا اخويا سألت مراته؟ 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 احنا ازاي تعت عندنا الفكرة دي؟ فعلا صح، مش جايز رايح صالحها؟ ايوه انا عارف عنوان صاحبتها اللي بالبيت عندها. يا اخويا كلمها اوفر، لسه بنروح. أيوة. مشاوير. ايوه ايوه صح، كلمها اوفر. وبعدين جايز يكون راح لها اهو. موري جه. فين يا عمر؟ كنت فين يا اخوي؟ قلبنا وقع عليك. كنت فين يا عمر؟ قلبك كان هيوقف من الخوف عليك. ده احنا لسه كنا هنكلم لمار حالا. انا طلقتها. ايه؟ ايه في ايه؟ طلقتي مين؟ انا مش عايز حد يفتح الموضوع ده تاني خالص. استنى يا عمر، احنا لازم نعرف ايه اللي حصل بينك وبين لامار. الو لحظه واحده يا دكتور، واحد اسمه مرجان بيقول ان هو عايزك ضروري. ها يبقى راحوا يجيبوا السي دي. سي دي ايه؟ الحاره دي عمرها ما تنضف، هتفضل وسخه كده على طول. معلم خلوصي ندلع السلامه يا كبير. جيت اوت اوت اوت. بيقول لك اوت يبقى اوت يا اخي. ايه اللزقه دي؟ ليه كده يا معلم؟
يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. لانك. نعم. هو الواد ده عرفنا ازاي؟ هي البهوية مش لايقة علينا ولا ايه؟ لا لايقة طبعا يا معلم. انت السبب يا فلانك، مهما تعمل مفقوس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الواد شنكل قافل. ده أول مرة يقفل. يمكن يكون تاني مرة يا معلم. لا راجل. أنا قلقان تكون الحكومة عكشته. إن شاء الله خير يا معلم. بقول لك إيه؟ مش ده الواد سعيد الحرامي؟ هو. ما تيجي نسأله على الواد شنكل. هذا سعيد. أمورة بهوات. الواد ده بيفهم، عارف ان احنا بهوات الحمد لله. المعلم خلوصي، ايه النعيم اللي بقيت فيه ده؟ فلان كتنضف يا جدعان. اخلص يا عم انت ورد على المعلم عادل. احنا خدامين المعلمين. عمر يا معلم. بعد كل النظافه اللي فيها المياه تقول لي معلم برضو؟ ابص ابص. الواد شنكل فين؟ والله يا معلم هو جاب رفع بدري الليله دي. وما تعرف نص سكه، بس عادي يعني لو في اي مصلحه احنا بالخدمه. انطر انت. طب بالراحه يا معلم اللي عطاك يعطينا. اقعد انت يا خفيف. بقول لك يا فلانك. نعم. انا عندي احساس كده ان البت باريزه بتلعب من ورايا لحسابها. ما اعتقدش يا معلم، ده انت مربيه على ايدك. يعني ايه تربيه عدله؟ تربيه وسخه. يلا بينا. بينا. اتفضلي. ايه اللمه اللي على الحاره دي؟ ده فين الدم بالقهوه؟ مبروك يا نجم. صلاة على النبي، على حتة النجم مصر. ألف مبروك يا نجم، ألف مبروك. الفيلم بتاعك شغال جوه كله بيتفرج عليه. فيلم؟ أتصل معاك شو الرسالة دي؟ إيه ده؟ السي دي جوه شغال؟ أيوه. أتصل معاك شو سي؟ أتصل معاك مش يبقى هنا. وفي لا 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 النجوم يا منور الدنيا كلها يا نجم يا نجم. الحركه دي مش غريبه عليا. انت عامل ايه يا نجم؟ منور الدنيا. صل على النبي. بتتفرج احنا الثلاثه. صح تمام. ما حدش بيتفرج. ايه يا ابني انت وهو؟ الحركه كلها واقفه بتتفرج بره. مدام اوامرك يا معلم. احنا كنا واقفين في السور. ده كلام يا معلم. امشي انت وهو. مدام سيروا قله ادب. يلا يا جوزي. هو يا هاني اتفضلي. يا بابا علي اتفضلي. خاطرني هو احنا متجوزين هنا؟ انت مش كنت عايزه تعرفي السي دي في ايه؟ انا عايز اعرف عشان اساعدك مش عشان اتدخل في خصوصياتك. مش هتفرق. لا تفرق كتير. صفوه انت بتهربي من لحظه انتهكت فيها خصوصيتك وعشان كده رافضه اي كلام، لكن انت نجحتي وكسرتي حاجز السكوت وده جزء من نتيجه العلاج. أنا مش متعورة عشان مستنياكي تربطي لي جرح، ولا تعبانة مستنية دواء يشفيها. اللي جوايا أكبر من كده بكتير. إيه هو اللي جواكي؟ خرجيه عشان أساعدك. مش كل فضفضة فيها راحة. ولا كل سكوت حل. أنا مش ساكتة عشان بدور على حلول. أنا ساكتة عشان مش لاقية كلام يتقال. الوجع زي التليكون، مدي طرف واحنا نشد الباقي مع بعض. صدقيني صدقيني هيبقى سر بينا. حتى لو صحيتي في يوم لقيتي جوزك مصورك وانتي في حضنه. مصورك ليه؟ مسجل كل نفس، كل احساس، كل حاجه كنت فاكراها حلو. طب ليه؟ عشان يساومني بيها وقت الطلاق. ايه سؤمك؟ هو مش جوزك كان معاكي في الصوره؟ يبقى كده بيدين نفسه. مش بيعمل وش. يا ساتر يا ساتر يا رب. لما تتحول المشاعر لورق الضغط في مسمى رخيصه
اكيد في ناس كده. لا ماما. بابا بابا جيت في وقتك يا بابا، محتاجه لك قوي، محتاجه لك قوي يا بابا. ايه يا حبيبتي؟ صاحبتك حكت لي على كل شيء. والله ما انا فاهمه حاجه ولا عارفه اي حاجه. ادي افعال شياطين وابلسه عايزين يفرقوا بينكم. والله يا عمي قلت لها الكلام ده 100,000 مره بس هي مش عايزه تقتنع. قلت لها اهدي كل حاجه هتتحل ان شاء الله. ان شاء الله يا بنتي. يحلها اللي يغفل علينا. انت مش فاهم يا عمي، دي خضتني عليها بطريقه فظيعه جدا اليوم ده. ببص عليها لقيتها مغمى عليها وغايبه عن الوعي خالص. انت عارفان كيف تسوي هذا في روحها؟ انا زي ما يكون قلبي اتخلع من جوايا وروحي ما بقتش طايقه جسمي. الدنيا بقت ضيقه قوي، اتضيقت عليا قوي، بقت قد خرم الابره. حتى ما اتخنقت يا بابا ما حسيتش بنفسي الا وسلمى بتفوقني وانا في السرير هنا. والحمد لله ان هي جت على قد كده. عن اذنك يا عمي اجيب لك حاجه تشربها. كتر خيرك يا بنتي. تعبتك وجبتك على ملا وشك. انا قلت لها ما تكلمكش. انا يا بنتي في القاهره من الصبح. الصبح؟ غريبه، ليه؟ جيت صدفه. اجل البخت. بابا انا عايزه ارجع معاك. مش عايزه افضل هنا ارجوك. مش عايزه افضل هنا. حاضر يا بنتي، حاضر. اطمن على ولد عمك وبعدين نسافر. ليه؟ ماله؟ هو ده البخت اللي جابني على بلا وشي. متعب ماله يا بابا؟ ماله؟ متعب؟ ماله متعب؟ متهمينه في جريمه ارهابيه ومرمي في المستشفى بين الحياه والموت. مش هتفطر من ايدي زي كل يوم؟ ماليش نفس. تبقى انت زعلان مني ومش عاوز تتكلم معايا صح؟ فضلك يا تينا انا عندي عمليات مش هستخرى عليها. عمر وحياتي عندك مش عاوزك تزعل مني. طب بلاش وحياتي انا، يمكن ما بقتش غاليه عندك زي الاول. طب ورحمه ابوك وامك يا اخي. يا ولد انت مش اخويا بس، ده انت ابني وصاحبي كل حاجه ليا في الدنيا. يا عمر ده انت اكتر حد في الدنيا دي كلها بتحس بيا. يا حبيبي انت مش محتاج اقول لك انت ايه بالنسبه لي، انت كل حاجه يا عمر. ارجوك يا ابني ارجوك. انا فاهم كويس ومقدر كل اللي انت فيه ومش عاوز. لا 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 انت مش فاهم ومش مقدر اللي انا فيه، لانك لو كنت مقدر اللي انا فيه ما كنت زعلت مني كده قوي وبوظت في وشي. انا اللي فيا مكفيني. ايه يا عمر اللي فيك كان دايما بيكفيني انا وانت وبس. اتاخرت. انت مش هتمشي لما تقولي ايه اللي حصل بينك وبين لامار. لو سمحت يا تيتا انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا يا عمر لازم تتكلم عشان لازم اعرف. يا ستي دي حياتي انا وتخصني انا. لا دي مش حياتك لوحدك، انت عارف ان كلنا متشعلقين في رقبتك واللي يهمك لازم يهمنا. والله ما انت بنفسك خدتي صف جوزك. طب انا سبت لك اختك، عملت معاها ايه؟ سالتها؟ عرفت منها اي حاجه؟ ارحموني بقى ارحموني، انا اللي فايق مكفيني. ما بتكبرش ابدا يا عمر، كل ما بتتزنق بتهرب. تينا. ايوه السي دي اللي ما كنتش اعرف عنه اي حاجه وهربت مني وما حكيتليش، تلاقي برضه مراتك زنقتك في اي حاجه كده ولا كده، قلت اطلقها علشان تهرب وتخلص صح ولا غلط؟ عايزه تعرفي انا طلقتها ليه؟ ليه؟
طلقتها علشان خالتني. ايه ارتحتي؟ عمر خالته عايزة تسيبينا وتمشي تاني ليه بس يا بريزة؟ أنا خلاص يا سي حافظ، ماليش عيش في البيت ده. ليه بس؟ هو حد دسلك على طرف؟ خلوصي واللي معايا مش هيسيبوني في حالي. لعلمك بقى ما حدش هيقدر يقرب لك ولا يهوب ناحيتك طول ما انت في وسطينا. يا اخويا انت واخد لي حقنه عشان تكمل جملتين على بعض. وحياتك حقنتين. ودول عاملين زي الافاعي بيطلعوا من كل شق ورجليهم خلاص اخذت على السكه هنا وانا مش حامل سموه. خلاص انا هخلي عمر يدافع عنك معايا. بس هو هيقدر على لسانين سكاكينهم مستخبين له في الضلمه. خلي بالك منه. ومين دول اللي سانين سكاكينهم عليا؟ انا قلت لعمك واختك على كل حاجه، خليهم هما بقى يقولوا لك. مالاش ضمني انها مش لعبه جديده وانتي مرتباها معاهم. سيبها بقى زي ما تحسبها وسيبني اروح لحالي. بريزة غرضها مصلحتك يا عمر. يبقى نجحت في الصيدة الجديدة. في المرحلة الجاية عايزين نقرب شوية من الناس نحسسهم ان احنا موجودين. اهلا اهلا حبيبتي، ازاي؟ اتفضلي. لا لا مش هعطلك، ممكن استنى. استنيني شوية، احنا قربنا نخلص على الأمور. اتفضلي. ممكن ننزل للعمال اللي عاملين اضرابات. بس مش عايزين نلعب بمشاعر الناس. يا رئيس العمال قوة، ما ينفعش نستهين بيها. كويس قوي، الشغلانة دي عايزة شغل وشغل بجد. لو حصرنا مشاكل العمال وقربنا منهم بجد ممكن ده يخلينا نكسب أرضية كويسة. طب يا جماعة بدل ما انتوا عمالين تحسبوها مكسب وخسارة، ما تحسبوها مسؤولية وشوفوا انتوا قدها ولا لا. ما كفاكوا كدب بقى. كفاكوا بابا بيضحك على الدون. بكرة الدنيا تلف والدون دي هتضحك عليكم. إيه عارفة اللي بتقوليه ده؟ بقول اللي انتوا مش عايزين تسمعوه، وللناس تعبت صوتها من كتر ما قالته. للأسف يا بابي أنا كنت جاية أقول لك على سكتك، بس الواضح إن أنت اخترتها. مبروك عليك قائمة الكدابين. يلا جود لك يا شباب. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. إزيك؟ أنا خايفة قوي يا دكتور. ما تخافيش خالص، دي عملية بسيطة جدا جدا. يعني نطمن يا دكتور، إحنا حاطين أمل كبير قوي فيك. خلي أملك في ربنا سبحانه وتعالى، كله بمشيئته. ها؟ بعدين زعلانين كده في الحقن، امال هتعمل ايه في الولاده يا بطله؟ ها يلا يلا اتفضل يلا توكل الله، شدي حيلك. اتفضل حضرتك في الاستراحه. صباح الخير يا دكتور عمر، وحشتنا. اهلا يا دكتور مرتضى. والله بعوده يا دكتور عمر. بص يا مرتضى، الحالة اللي عندك دي عايزك تخلص منها. الحالة دي لا دخلت عندنا ولا نعرف عنها أي حاجة. أنت اللي تروح بنفسك. تروح بنفسك تطمن وتكلمني تقول لي عملت إيه. يلا سلام. نفسي أفهم مرتضى ده بقى دكتور إزاي. بس نفعك. أحيانا البيزنس بيحتاج الناس دي. بس سيبك من الحكاية دي وقول لي. انت عامل ايه مع العروسة؟ ده سؤال برضو يتسأل لهذه. لا بلاش الثقة الجامدة دي، البت دي روحها في اخوه. اول اسفين انضرب من يومين يا ابن الايه؟ لحقت؟ لا كم يوم تبقى في الصباع. انت كمان مكانك محجوز بس هناك. مش هتقولي بقى ايه حكاية العملية اللي بيعملها صاحبك وانت مش راضي عنها؟ بعدين هقول لك. بس في الأول نخلص من الكلب اللي جاي ده. انتوا أكيد جايبين في سيرتي صح؟ أنا بجد آسف، آسف جدا على التأخير. لا يا راجل ما تقولش كده، ده احنا هنقعد نستناك العمر كله،
ما تاخدناش في الكلام كده وتسيبني الاول اعرفك بالدكتور غازي. اهلا وسهلا. ده الدكتور غازي غني عن التعريف. نيازي بقى من اجدع الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك. راجل جدع وصاحب صاحبه وفوق كل ده صاحب كلمه. لا 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 انت كده بتبالغ قوي يا دكتور. لا بس هو دكتور عوري ما لفش بالغ ابدا. انت هتخش في الحاجات دي من دلوقتي على مقلوكه شويه. في ايه بتسكني ليه؟ نفسي افهم ملبسانه تنكر ليه وجايبانا هنا؟ عشان اثبت لك وتشوف بعينيك والعصابه متجمعه. عشان تقول لابن اخوك ان باريسه ما بتخونش ابدا. عصابه؟ الله، هو الفيلم هيبدا؟ انا من زمان نفسي اشوف افلام العصابات. انت هتشلني يا راجل انت. بص بص وراك. في اتنين رجاله مع اتنين ستات قاعدين. اللي وراهم. شايف الترابيزه دي؟ شفتها. اول واحد ده يا اخويا الكلب اللي اسمه نيازي. ايوه. بعدين عوني. ايوه. والثالث بقى عارفه ده جوز اكتفينا. وانا عارفه يا اخويا انه جوز اكتفينا. طب غيبنا هنا ليه؟ ما دام انت عارفه كنا اكتفينا. انا اسفه جدا اني بزعجك، بس انا معرفش حد غيرك يخصها. ينفع اتكلم معاه؟ حصل اي حاجه؟ ما قالتش حاجه. انا حاولت اتكلم معاها كتير ما كانش فيه فايده. هي ابتدت تتكلم فعلا وكان مهم قوي انها تشوفك. طب قالت حاجه؟ قالت ايه سبب اللي هي فيه مثلا؟ لا ما قالتش، بس يمكن تقول لك انت. دكتور عمر، انا بعت لك لما حسيت انها في خطر وممكن جدا تأذي أقرب ماليها. تأذي؟ تأذي إزاي؟ الله أعلم، بس إحنا لازم نساعدها عشان نحميها. شكرا يا دكتور. صباح الخير يا صفا. ازيك يا صفا؟ صفا انت مش عارفاني. انا عمر. عمر يا صفا. اتاخرت قوي يا عمر، استنيتك كتير. انا جيت لك كتير بس انت ما كنتيش. كنتش عايشه. لا انت عايشه، عايشة وكويسة جدا وهتخرجي من هنا قريب. انت جاي لي يا عمر؟ جاي اطمن عليكي واطمن على. على مين؟ على صاحبك؟ جاي اطمن على اختي. اختك؟ اختك مين؟ اكتفينا. وانا مالي ومالها؟ اتجوزت غازي يا صفا. يا ترى اتجوزت لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقه ظهرت وبين انها قتلته. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، والتحقيق هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفه العلاقه بينهم ايه؟ مفيش علاقه، كله كدب في كدب. انا ليه اتجوزت انت؟ انت ما تزهقيش؟ ما تبطليش كده، حرام عليكي. عفه عفه. ده شغل امن يا اختي. تنكر يعني؟ ما تعرفيهوش انت. تنكر؟
رحب رحب يا ست، يا ست غزال. نهار اسود ونايل، عرفني ازاي ده؟ جريه يا سيد، داخله كده يعني من غير لا سلام ولا كلام؟ مغاوري تعرفتني يا اخويا وانا داخله؟ ايه اللي عرفتي؟ وهل يخفى الجبر برضه؟ نهار اسود ونايل، امال الطرحه دي بتعمل ايه؟ دول اكيد عكشوني ولاد الهرم. هم مين دول يا اختي اللي عكشوك؟ مالكيش دعوه انت، قولي لي عملوا ايه في المصيبه بتاعتهم؟ النبي ما نعرف حاجه، دينا قاعدين مستنيين. اه صحيح يا ست، في ناس قرايبك جم وعصوا عليك. قرايبي؟ قرايبي مين؟ هما اتنين يا ست غزال، واحد منهم قله بس قرم حبتين، والتاني عينيه في وسط راسه. يا نهار اسود ومنيل، رحتي فطيس يا باريزه. باريزه مين يا اختي؟ انت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. جريه يا ست غزال، مالك كده؟ في حاجه مخوفاكي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مغاوري، انا يا اخويا وحدانيه، لا عندي اهل ولا قرايب، انا ما عنديش غير جوزي اسمه نبي حرص وصاين، واللي اسمه الاستاذ حافظ. يا حبيبتي حافظ، اسم الله عليكي، هو الاستاذ حافظ. لو حد تاني قال لك حاجه غير كده ورم له عينيه ولم عليه الخلق. يلا روح شوف اكل عيشك، وعايزه عينيك تبقى مفنجله قد كده اهو. حاضر يا ست، انا هفنجلهم لك على الاخر، ده انت تأمري يا ست غزال. وانت روحي يا اختي اعملي لي اي حاجه كلها لحد ما يجوا، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي، ما احنا ياما هنشوف في البيت ده. بتقولي حاجه حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بقول لك الاكل على النار وزمانه اتحرق. ايه اللي هيتنحرق؟ يبقى زوسخ انت وخلوصي في يوم واحد يا قادر يا كريم. خير يا قبطان، تاخد عم حافظ وتطلع على البيت على طول. ماشي يا قبطان. انت هتروح فين يا عم؟ لازم اروح اشوف محامي، لازم اشوف صرفه للموضوع ده. مش كان المفروض المحامي يجي معانا دلوقتي؟ انا كنت اعرف انها هتتعك كده. ما ترد. طب خلاص انا هاجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش، روح معاه ما تعصبونيش. ايوه ما ينفعش ما تعصبوهوش، خلاص يلا بينا قبل الصحافه ما تشم خبر. لا يا عمي لا، مش ممكن نسيب البنت لوحدها هنا ابدا، مش ممكن يا عمر. اه مش ممكن. يلا يا تيمه ما تضيعوش وقت بقى، يلا. رجليا مش قادره تشيل، حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيك. اي متر انا جاي لك حالا. يلا يلا على طول وانا خلاص احصلكم. يلا يا متر. حبيبتي يا بنتي. لا مش هينفع في التليفون، لازم اجي لك حالا. يلا اتفضلي يا مدام، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. اوعى تكون بقى مخنصر منه حاجه كده ولا كده. عيب يا مدام، ده كلام برضو كده بقى نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد، اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. معلوم يا باشا، ده كله هنا. اي غلطه ممكن تبوظ لنا اللي تعبنا فيه. اطمن يا باشا وحط في بطنك شادر بطيخ اقرع. ماشي، هو ده الكلام اللي انا عايزه. تعمل ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يلا مار يا بنتي نسمع الاول. مش عايزه اسمع اي حاجه يا ابوي. هو انا مش عايزك تسمعيني، بس انا كان لازم اتكلم وكان لازم اجي لك لحد هنا. انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ دي اخره معاملتي كويسه ليك واخره عطفي عليك تعمل فيها كل ده؟ تتفق عليا بمؤامره قذره؟ طب هي بتكرهني وبتغير مني، انت طوعتها ليه؟ عشان بحبك. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مقدر انك في بيتي، ما تخلينيش اغضب عليك. انا بقول الحقيقه يا عم الشيخ، اللي يحب عمره ما يأذي. لو يأس، لو يأس ممكن يعمل اي حاجه. سلمى فهمتني ان بالطريقه دي انك هتطلقي من عمر وتضطري تتجوزيني. اضطر اتجوزك يا حيوان يا ادب. لا مار، تعالي. لا لا مار، غور من وشي، غور، مش طايق اشوف وشك، غور. اسمع يا ابني، كان ما جيت خد بعضك وارجع قبل ما ينفد صبري. انا رحت للدكتور عمر وقلت له على كل حاجه. ايه رحت لعمر؟ كان لازم اعرف انك اشرف انسان في الدنيا، كان لازم اعرف ان في شيطان هو اللي راكب دماغي وخلاني اعمل كل ده. اسمع يا ابني، الكلام ده ما ملوش فايده دلوقتي. انا همشي، بس انا مش عايز اسمع منك حاجه واحده بس. امشي يا فضل امشي. انا غلطت غلطه كبيره قوي، واديني بدفع ثمنها كل يوم. ابوس ايديك تسامحيني، اوعدك انك مش هتشوفي وشي تاني. هجيب شويه حاجات وجايه يا مغاوري.
ما تأخرش يا علي. فلانك فلانك بص انت نايم يا فلانك. لا بص يا ده مفيش دبانه دخلت ولا خرجت. ابص وانا ده الدبان كله على وشك يا فلانك. معلش انا مش عارف اعمل فيك ايه يا فلانك. معلش مش نافع في اي حاجه خالص. معلش يا بص يلا نخش على صاحبك. يلا نستخدم معاه 63 على 4. مش كتير عليه يا بص. لا مش كتير عليه ما تلنجرش انت بس. يلا حط الكمامه. جود مورنينج يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. شرحوا. اهلا وسهلا. ها هنا صحة القتال فلنتبارز. فلنتبارز ايه يا جدعان؟ تبارزوا بعيد انت وهو من هنا يا قال. ايه دي انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو؟ هنقول لك بنعمل ايه. تعال اخويا. خش اخويا. رايح هنا. ليتس جو فلانك. ماشي من هنا. هات. ايوه ايوه مين الاول يا ولد ابو مستر؟ ليه هو مغرق على رجلك هنا بره؟ ايوه يا اخويا هو احنا نايمين جنب الباب. ولا كلمه. ايه ده انتوا مين؟ هو انت مش خايفه من اللي انت شايفاه ده خالص؟ لا خالص. طب ستك فين؟ ستي مين؟ باريزه. باريزه قصدك ستي غزال؟ اي حاجه. طيب قول لي بقى يا اخويا هو انتوا قرايبها اللي جيتوا قصيتوا عليها؟ اعتبرينا كده. قاعده بتاكل جوه اغرف لك معاها؟ فلانك قمر بص بس العجله دي بسرعه هتاخد وقت مننا. بص اخلص يا فلانك. ولوزي لا 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 بلع اللقمه. روح امك لا تشرقي وترحمك مني. كفايه 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 تخلعي مني يا بت. تلبسين العمه فاكر روحك هتزوغي مني. ها لا والله العظيم. بس انا قلت لك ايه قبل كده؟ قلت لك ايه؟ قلت لك انا الملك وانت الكتابه. يعني في ظهر بعض طول العمر. اصل انا اصل انا انا اصل انت قلبت السي وبعتيني صح؟ لا والله انا اقدر ابيعك. ما اقدرش ابيعك يا ابني. كل اللي حصل ده ايه؟ ها خلوصي خلوصي يا باريزه. ما كان قصدي اعمل حاجه خالص يا خلوصي. كله تمام يا بص. فسيت البيت عجنت. عينك زغت يا بنت الهرم على العز. صحيح شايف هذا فلانك عز ايه ونغنغه ايه وفراخ ولحمه لكن خلوصي تغور وتغور ايامه. عادل ادهم يا بص. ما البني ادم ما يمنعش عينه غير التراب يا فلانك. اسمعني بس يا خلوصي اسمعني انا برضك باريزه. ما انا عارف انك باريزه وانا بقى اللي هفك الباريزه واخليها سغتنا مسوحه يعني ولا ملك ولا كتابه براني. يعني ليه بقى اروح امك عشان اما ارميكي تردي لي تاني؟ تعمل ايه يا اخويا؟ هيعمل الصح. لا انا المره دي هعمل غلط يا فلانك. ايه تقلق يا فلانك؟ باريزة تقلق من عز ده فلانك. بس على مين؟ وانا اصحاب البيت. شاور يا بص. فين؟ يا مغاوري مغاوري انزل. حاضر يا ستان. تلاقيه مقيل كالعاده. مقيل هو ده وقته؟ ايه ده؟ الحاس ستان الحاس حافظ مغاوري متربط ومضروب شكلها فيها حراميه. تقول ايه؟ حرق اسود. حراميه ايه؟ يا نهار اسود. يا ربي احنا ناقصين المصايب اللي عماله تتحدث. ايه ده؟ بنتي هنادي هنادي ايه اللي حصل في مغاور من هنادي كمان يا هنادي قومي يا ستي لازم نطمن الاول اكون سرقوا حاجه ولا كده بهدلوا الواد اللي بره خالص. بص يا عم ايه ده الحق هنادي هنادي يا بنت هنادي الخيبه يا ربي هو اللي بيحصل لنا ده قومي يا بنت 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 عايشه عايشه لسه الحمد لله. ايه يا بنت اللي حصل لك؟ الحراميه يا ستي. طب حصل لك انت حاجه؟ لا لا جريوا جريوا الحمد لله. طب هما كانوا بيعملوا هنا ايه؟ كانوا جايين للست غزال. ايه؟ غزال؟
وهي غزال جت هنا؟ ايوه يا سيدي كانت جايه تطمن عليكم. تطمن علينا؟ راحت فين؟ راحت فين من طيب؟ ما انهم خطفوها. ما قدرتش اروح. هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم البنت ضاعت. المحامي ما قدرش يعمل لها حاجه. اقول لهم القضيه لابساها لابساها. اقول لهم يا ربي لقيت نفسي ماشي ورجلها جابتني لحد هنا. بيتك ومطرحك يا قبطان. احنا نبديك بروحنا كبير. يا عيني عليك يا قبطان، ده انت تعبان قوي. تعبك راحة يا اختي. اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ اشمعنى؟ وما فيش في الدنيا دي غيري. وانا عملت ايه؟ عملت ايه يا ربي؟ عملت ايه؟ ليه؟ ليه بيحصل معايا كده؟ طب استهدى بالله واستغفر ربنا، دي عين وصابتك والله. اهدى يا قبطان اهدى، مش كده. اهدى انت يا اختي، مش كده. يا قبطان ما تقولش كده، دي غمة وان شاء الله بعد بكرة تنزاح. ده اختبار من السماء. محدش يقول لي الكلمة دي. اختبار ايه؟ هو مفيش غيري في اللجنة؟ طب ريح يا اخويا ريح، ده انت على اخرك كده. رزة ناوياها ناوياها. ليه يا اخويا اطلع منها انت؟ انا خلاص مبقاش ليا طاقه لكل ده بجد، ما بقتش قادر. مش معقوله كل ما اخرج من مصيبه اقع في مصيبه انيل منها. طب استهدي بالله واستغفر ربنا، دي عين وصابتك والله. انتوا مصدقين يا اخوانا اللي بيحصل لي؟ هو انا وحش قوي كده؟ حاشا لله. يعني استاهل اللي بيجرى لي ده؟ حاشا لله. هو انا شيطان مثلا؟ لا 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 لا. هو مش انا اللي بغلط لوحدي في الدنيا يا جماعه؟ ما كل الناس بتعك، اشمعنى انا؟ مش كده يا قبطان، انت هتكفر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده، استغفر استغفر وريح. يا عيني عليك يا قبطان. بتقول له يا عيني عليك يا قبطان مش يا اخويا. أنا كده ابتديت. العظيم يا رب استغفر الله. استغفر الله يا قبطان، استغفر الله. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ماشي. أنت رايح على فين؟ ما أنت قاعد لوسطينا كده ومريح. دي فيها بيات يا معلم. دي بتقول له وسطينا. طمن يا معلم، أنت أخويا. يا ريت. فهيم يا أبطال. أنا لازم أشوف محامي، هلف البلد كلها أشوف محامي. لازم تخرج، لازم تخرج. عندي إيه؟ جاكيتة. إيه؟ خد. الحق المحامي. قبطان تعالي. يا ريح على فيك. توب علينا ربنا. عارف انت بتحكي ولا بتعيطي؟ تفتكر هتفرق يا رب؟ تحب دنيا كراكيب مش فاتت دي. وبعدين بقى احنا كده هنتاخر، وبعدين انت جبتيني على عماية وانا معرفش حاجه، وقلتي لي اسيبك لوحدك، واديني سبتك مش قادره اسيبك اكتر من كده. يلا يا حبيبتي يلا. عارفه احلى حاجه في الموت ايه يا رب؟ مذاكره. مفيش داعي، يا دوب حفرة لما جدت الواحد وردنا عليه كل بلاوي. طب يلا حبيبتي يلا قومي نروح. هنا النوم ملهاش قومة تانية يا رب. جسمي بيرتاح، المخ بيفصل، القلب بيسكت، هو كمان سكت. يلا حبيبتي نمشي، المكان هنا هو ومفيش حد غيرنا، واحنا بنات لوحدنا. خايفة يا رب؟ طبعا خايفة، وكمان خايفة عليكي.
اللي انت بتعمليه ده مش كويس علشانك واخرته وحشه. يلا حبيبتي عشان خاطري هيحصل لي اكتر من اللي حصل. بابا مات، سابني مش راجع تاني، ساب ورا فضيحه وقضيه بس اني فرقت. هيحصل لي ايه تاني يا ابني؟ خلينا هنا قاعدين مع الأبيض. خلينا يا رب. بس بابا ما كانش بيحب ياكل السمك. خلصي؟ عملك الاسود اللي طالع لك في كل حته. انا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ جيت زي اوسخ كيس زباله متلقح على ظهر عربيه كهرباء. يا خلصي افهمني، افهمني بس انا. انت عايزه الذبح يا ارحمك وحياه امك. بص يا بريزه، انا قلت لك قبل كده كلها شوارع مفتحه على بعض وكله سالك على كله، هتروحي فين مني يا بنت الشوارع؟ يا اخي انت ايه؟ انت ايه؟ انت لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. ما تقتلني بقى الوجه اللعب تاني. ما انا ممكن اعتقلك يا بريزة، بس هما مش هيعتقوكي، عايزين يقتلوكي يا بنت الكلب. فوري يقتلوني؟ مين دول وليه؟ انا مكرر عليك يا بريزة ومدفوع لي العربون، وادي القرشينات اللي هروح امي صدقها شميها يمكن تفوق. عرفت لما بتخرجي بره طوع خلوصي بيحصل في امك ايه؟ كفايه بقى كفايه، لو عايز تقتلني اقتلني وخلصني من الدنيا دي، انا مش هتفرق معايا اقتلني يا بنت الكذبه. انا قلت لك كنت خلصت عليكي وانت مغفله من ايديا. قلت له عمري مغفله من ايديك عشان بحبك، سبت لك روحي، دوست عليك اديتي اديتك الامان بدل المره مية. كل مرة كنت بتبيع وتشتري في أمي اللي خلفوني. أنا معرفش في الدنيا دي غير الشارع، غير الشارع اللي أنت مرمطتني فيه. حتى اليوم اللي جيت أهرب منك فيه رحت نفس الحتة اللي أنت تاوتني فيها، غميت عيني ورميتني رجليها بالسكك تنحش فيا وأنت تقبض، وتيجي آخر الليل تضحك عليا بكلمتين تقولي ما حدش مسك الشمشمة، زي ما تكون الشمشمة مش لما وسخت الليل. عايز تعمل فيا ايه تاني؟ حرام عليك، حرام عليك يا تاني بقى. تينا طمني، المحامي قالك ايه؟ سيبك من المحامي دلوقتي، ايه الكلام اللي بيقوله مغاوري ده؟ وبلغتش البوليس ليه؟ البوليس ايه بس دلوقتي؟ هو ده وقته؟ حبيت اقلديش من عينة مرات عمك شبهها كده، كانوا قصدنا هي وحيغارت في 60 داهية. سيبك من القرف ده كله وطمني، المحامي قال لك ايه؟ وفي ايه؟ مالها عمالة تقفل من كل حتة كده؟ هي كانت ناقصة كمان أشكال زي دي تدخل بيتي. الزبالة ما تجيبش لك لبس السكة، دي اخرة ما جايب عمك، وكنت زعلان قوي لما طردت وطردتها. ارحميني بقى، ارحميني بجد، انا مش ناقص. انا كمان مش قادر استحمل، مش قادر استحمل اني سمحت بنتي اللي انا ربيتها يطلع منها ده كله. ليه يا سما كده؟ عملنا فيك ايه؟ انت متربيه بنت محترم، بقى البنت بنت امبارح يطلع منها البلاوي دي كلها. ليه بس كده يا ربي؟ لا انا هتجنن، عملت كده امتى وازاي وليه؟ سالتها نفس السؤال، قالت لي كانت بتلطش عشان احنا كنا مليين عنها، كل واحد اتلهب اللي ليه ونسي اللي عليه.
عمري ما تلهيت عنكو، عمري ما تلهيت عنك يا سما. انا كنت لافة وراك زي المخبر، كنت بسأل عنك كل شوية وراكي بالتليفون. رحت عند صحابك اكلمك واعرف اخبارها، اخبارها منهم، واسأل عليها زي التدبير وراكي، افضل ماشي وراها في كل حتة، ومن غير ما يتحس قفشتها مرة واتنين وتلاتة. محبتش اكبر الموضوع عشان انت ما تعرفش تحصل مشكلة. ولما اقعد واحدة مع نفسي اقول البنت عيلة وبكرة تكبر وتعب. العيلة الصغيرة كبرت واتجوزت وبقت متهمة بجريمة قتل، واحنا بعيد عنها. انا عارفه ان انت عاوز تشيل الذنب كله لوحدي، عشان دي المره الوحيده اللي فكرت فيها لنفسي واتجوزت الانسان اللي بيحبني وبحبه. قولها يا عمر من غير لف ولا دوران، قولها، قول انك كنت عاوز تعيشني هنا خدامه بقيت عمري عندكم في البيت، وارضى بلقمتي والعيشه اللي انت كنت معيشاني. اخر حاجه كنت اتوقعها انه ممكن يجي اليوم ان بني ادم يقف بيني وبينك. يا يتيمه، يا غازي قدر في كام شهر، في كام شهر انه يغيرك ناحيتي ومسح عمري كله بستيكه. عندي لفة محامين كتير قوي، يمكن الحق اخدك. مش رايح، مش رايح، مش رايح. عايزة حاجة يا صفو؟ لا لا مش عاوزة حاجة. انا قلت لها مش عاوزة حاجة. امال ايه اللي كان مخرجك من اوضتك دلوقتي؟ مفيش، انا عاوزه انام، انا خلاص خلاص هنام. حبيبتي لو عايزه حاجه قوليني. لا مش عاوزه حاجه، انا خلاص خلاص هنام. طيب انا اللي راضي معاكي وهعدي عليكي تاني اطمن عليكي. ودمعتها ما نشفتش من على خدها. طيب انا عليك يا سحفظ مني وما بتهون عليها، دي الست خلاص استوت على الاخر، استوت ده احنا خلاص. انا في البيت استوت، ما حدش يقول كلمة حق في البيت ده، صح؟ حاضر حاضر. طب اهون عليك ازاي وانا عايز اللي يهون عليا؟ عشان اللي حصل للغندورة بتاعتك؟ لا، عشان اللي حصل لكل اللي بنحبهم. ولقيتها دي بنت غلبانة ضايعة، ما صدقت لقيت واحد مسكت في ديله عشان
الدار تحت جناحاته، وده اللي مخليني ألف وأدور عليه علشان ألحقها. هو عمر لسه ما جاش؟ عارفة يا تينا، كل ما أقول خلاص الدنيا بدأت تضحك، حتى لو بتندع ضحكة صغيرة تلاقيها بتضحك علينا مش لينا. لا لا لا، اوعي توعي. عارفة انت لو وقعتي كلنا هنقع. انا بموت يا عم. سما سما وحشتني قوي. البيت ملوش طعم من غيرها. انا اسف اني جيت من غير ميعاد كده الصبح. الكلام ده ما يتقالش بينا يا عمر. مالك، هو انت تعبان؟ شكلك مش نايم من امبارح صح؟ يعني شويه مشاكل عادي. مشاكل ايه بقى؟ الشغل ولا في البيت؟ نمد على ده. أنا عرفت الحقيقة. والله طب كويس. حقيقة إيه بقى؟ اللعبة الحقيرة اللي عملتها صاحبتك. ومين اللي قالك؟ فضل. فضل؟ صدقت فضل يا عمر؟ وأنا ما سمعتنيش. حد مكاني كان هيعمل كده واكتر كمان. عارف يا عمر، قعدتي هنا خلتني اكتشف حاجات كتير. عارف انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ايه؟ ان اتسرعنا قوي في الجواز. ايه؟ اكتشفت انك ما بتحبنيش؟ بالعكس، دي أكتر حاجة أنا متأكدة منها، إني حبيتك بجد وإنك برضو حبتني. أمال اكتشفت إنك اتسرعت فيه؟ الحب لازم ثقة تتبني علشان تشيل البيت وتحمي الجواز، وده اللي إحنا ملحقناش نعمله. علشان كده ضعنا في أول مطب شك قبلنا. لمار، ربنا وحده اللي عالم انا جايلك وانا فيها ايه، وشايل جوايا قد ايه، وتعبان قد ايه. انا لا حمل فلسفه ولا حوارات ولا بنادم. انا جيتلك لما حسيت ان المفروض اجيلك وحقك اني اجيلك، مهما كانت الظروف اللي انا فيها. انا مقدر ما جيتك دي، بس تفتكر ان ده كفايه عشان نرجع لبعض؟ اللي حصل يا لمار ماليش ذنب فيه. ولا انا ليا ذنب فيه. مع ذلك انا شلت الذنب كله لوحدي. لوحدي يا عمر. قرارك الاخير؟
سيبني لم نفسي واصلح اللي باص فيها واتكسر. انت ما تعرفش اهمة الشك دي بتعمل ايه في قلب الواحده. بتحس كل يوم بالقهر والذل والاهانه. واضح اني ما كانش المفروض اجي دلوقتي وانا في الحاله اللي انا فيها دي. المفروض في كلام كتير اقوله بس مش قادر اقول حاجه. اشوف وشك بخير عمر. خلي بالك من نفسك عشان خاطري يا عمر. غازي ما راحش الشغل ليه؟ عايزه اقول لك يا ستي من الصبح على القعده دي وهاري نفسه قهوه وسجاير. طب اعمليها كمان قهوه بسرعه. حاضر. يا غازي ما روحتش الشغل ليه؟ يا خبر ايه كميه السجاير اللي انت شاربها دي كلها؟ يا حبيبي قد كده زعلان عشان سما؟ سما ربنا معاها وان شاء الله تطلع منها. امال في ايه؟ مفيش حاجه، انا هقوم اشوف شغلي. لا 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 استنى استنى بس، قولي مالك؟ انت كنت امبارح كويس قوي، ايه اللي حصل؟ انا لما لقيتك مخنوقه وتعبانه عشان اللي حصل لسما ما كانش ينفع انا اتكلم او اقول اي حاجه. يبقى في حاجه، قول اتكلم، فيك ايه؟ مفيش حاجه يا تينا، بقى انت مش ناقصه. لا انا مش هسيبك الا ما اعرف في ايه. انا في كارثه، يمكن اتسجن علشان عليا مبلغ كبير قوي. عمر سما انا هموت هنا يا عمر، انا خايفة قوي. ليش ليش ده وضع مؤقت، اكتر من محامي قال لي الكلام ده. خايفة قوي، أنا مش عارفة يعملوا فيا إيه. ولا حاجة ولا حاجة ولا يعملوا فيكي حاجة، ما تخافيش. مش تعرفي تعالي يا ودي، تعالي يا ودي، ما تخافيش وطمني خالص، طمنيني عليك أنت، تاكلي وتشربي، أنا ببعت لك أكل كل يوم. طمنيني، أنا مش عارف أنام يا سما. أنا عارفة إن أنا سبب المشاكل اللي أنت فيها دي كلها، بس القرف ده. بس أنت مهمتك تغلطي وأنا أشيلها عنك، اتفقنا؟ مش أنا أخوك الكبير وده مش وقت حساب دلوقتي خالص. أنا سرقتني السكينة، ما كنتش حاسة أنا بعمل إيه لحد ما لقيت نفسي هنا. معلش حبيبتي ولا يهمك، ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص. المهم طمنيني عليكي، ناقصك إيه أجيبه لك هنا؟ محتاجة أجيب لك إيه؟ عايزة أفضل في حضنك لحد ما أخرج من هنا. لو سمحت يا أنسة. خير، مين حضرتك؟ المقدم أحمد حسام، مباحث القاهرة. مالك يا حضرة الضابط داخل علينا كأنها شقة مفروشة، دي عيادة وفي ناس عيانين كتير. مش عايز رغي كتير لو سمحتي، دي عيادة الدكتور عمر النواوي. خير يا فندم، في إيه؟ في إيه اللي حصل؟ يا جماعة يا ريت كل واحد يخليه مكانه بلاش شوشرة. لا محتاجين نفهم في إيه اللي حصل؟ لو سمحت. خير يا جماعة، في إيه؟ أنت الدكتور عمر النواوي؟ أيوه أنا. طب اتفضل معانا لو سمحت. اتفضل معاك فين يا حضرة الضابط؟ من فضلك يا دكتور، من غير أي شوشرة. اتفضل معانا. طب ممكن أفهم فيه؟ في أمر بالقبض عليك.